بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. الحقيقة النهاردة عايز أبدأ مع حضراتكم بخبر من مصادر شخصية لينا الحقيقة، وهو خبر هام جدا يخص جمهور النادي الأهلي بس، لا يخص أي جمهور آخر، هو يخص جمهور النادي الأهلي فقط، لأنه خاص بكأس العالم للأندية، فبالتالي هو يخص جمهور النادي الأهلي ولا يخص أي جمهور آخر. الحقيقة جالنا أخبار وقد تكون مؤكدة بنسبة 95% أو يمكن أكتر كمان شوية، إن من المفترض إن كأس العالم زي ما حضراتكم عارفين كأس العالم للأندية إنها كانت ستقام في الجزء الأخير أو في آخر من يوم 9 ليوم 18 في اليابان، 9 من 9 ل 18 12 في اليابان في ديسمبر القادم، ولكن من المفترض أن يكون هناك تأجيل لكأس العالم للأندية أعتقد لما بعد نهاية كأس الأمم الأفريقية. يعني من الممكن جدا أن احنا نشوف كأس العالم في شهر فبراير، إما في أبو ظبي أو في الدوحة، إما في أبو ظبي أو في الدوحة، هينقل بنسبة كبيرة جدا إلى من اليابان إلى أبو ظبي أو الدوحة، وبنسبة أكبر الحقيقة هيكون في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير القادم زي ما حصل السنة اللي فاتت لو حضراتكم تتذكروا. طب ليه بيحصل كده؟ لأنه الحقيقة مباريات أو موعد مباريات كأس العالم للأندية بتتعارض مع كأس العرب اللي ستقام في نفس هذه الفترة، أو جزء كبير منها هيكون في هذه الفترة، وكأس العرب هتكون تحت رعاية الفيفا، أو كأول مرة في تاريخ البطولات العربية ستكون تحت رعاية الفيفا، وبالتالي هي بطولة محسوبة وبطولة لها أهمية كبيرة جدا عند الفيفا وعند الاتحاد العربي. فمن الممكن جدا أو بنسبة أكتر من 90-95% أن مباريات كأس العالم سوف يتم نقلها من اليابان لأبو ظبي أو الدوحة خلال شهر فبراير القادم. ده خبر مهم جدا أنا حبيت بس أقوله لكل جمهور النادي الأهلي، حيبان خلال الأيام القادمة اللي هيحصل في هذا الخبر. مهم جدا وأنا بتكلم مع حضراتكم أن أنا أتكلم عن صفقات النادي الأهلي، وصفقات النادي الأهلي لما يجي نتكلم عنها النهاردة تحديدا هنتكلم عن هذه الصفقات لأنها بتخصنا احنا بس، ما بتخصش حد تاني. أنا لما بجيب صفقات بجيب الصفقات اللي أنا شايفها كإدارة كرة قدم مع مدير فني، شايفين أن احنا عندنا أو محتاجين 1 2 3 4 خلال الفترة اللي جاية. إدارة كرة القدم بتسعى إن هي تعمل للمدير الفني، إحنا دايماً في النادي الأهلي أو مؤسسة النادي الأهلي دايماً بيحصل فيها كده، المدير الفني بيطلب، إدارة كرة القدم مع إدارة التعاقدات مع أمير توفيق مع كابتن سيد عبد الحفيظ بيظبطوا الأمور علشان يجيبوا اللاعبين اللي عايزهم المدير الفني، محدش بيتدخل مع المدير الفني إلا لو كانت الأمور فيها كده كلام من الناحية الفنية، ولكن كلمة المدير الفني هي اللي دايما بتغلب في أي شيء فيما يخص الصفقات من الناحية الفنية. فأنا لما بجيب صفقة بجيبها عشان أنا محتاجها، مش عشان أنا أعمل بيها شو مثلا، أو كنادي أهلي يعني مش عشان أنا أعمل بيها شو، أو علشان أنا أغيظ حد تاني إن أنا جبت صفقات إطلاقا. ولا حد بيفكر بهذا الشكل، من أول موعين على النادي الأهلي لغاية دلوقتي كل الأمور ماشية في شكل أو في اتجاه مؤسسي، بمعنى أن تاني مرة بقولها لتاني مرة هو المدير الفني بيختار وإدارة التعاقدات بتعمل بعد موافقة إدارة كرة القدم اللي بنسبة كبيرة جدا أو في الغالب هي بتوافق على كل اللي عايزه المدير الفني، لأنه هو بيبقى الأقرب للفريق وهو اللي عارف احتياجات الفريق وهو اللي هيتحاسب بالمناسبة. فما فيش حد في النادي الأهلي ما بيتحاسبش، كل واحد بيعمل مهمته وفي آخر السنة آخر السنة بيتحاسب، حضرتك عملت إيه؟ كنت طلبت 1 2 3 وفينا لك بكل طلباتك، وبالتالي إحنا كنا عايزين دوري وكأس وبطولة أفريقيا وكذا وكذا وكذا، خدنا 1 2 3 4 5 وإنت ماشي بشكل جيد أو فيك مشكلة فبالتالي بننهي التعاقد مثلا. يعني أنا بتكلم مثلا عشان ما حدش ياخد كلمتين دول ويروح في حتة تانية، أو بنناقش وبنحل الأمور. هذه هي طريقة عمل مؤسسة النادي الأهلي في مثل هذه الظروف. زي ما حضراتكم شفتوا خلال الفترة اللي فاتت كابتن محمود الخطيب اجتمع مع الفريق في أرض الملعب واتكلمنا كتير في هذا الأمر،
وقد ايه ان كان له تاثير ايجابي جدا جدا على كل اللاعبين. لاعبين في بعض اللاعبين خدوا اجازه، بعض اللاعبين راحوا على المنتخب الوطني، وبالتالي كلام كتير جدا جدا هنتكلم مع حضراتكم فيه في هذه الصفقات. فانا لما بجيب بيرسيتاو مثلا، او بجيب مكسيكوني مثلا، او بجيب كريم فؤاد، او مش مثلا ده حقيقي، او بجيب كريم فؤاد او حسام حسن، مش الغرض منه ان انا عايز اعمل اي حاجه غير ان انا اشوف ايه النواقص اللي عندي واشتغل عليها بس كده، مش حاجه تانية خالص. ما يهمنيش انا حضرتك بتقول ايه، او ما بعض من لا يشجع النادي الاهلي يعني بيقول ايه او ما بيقولش ايه، او حضرتك بتودينا فين او بتقول ايه، لانه انا في النهايه بانفذ ما هو مطلوب مني من خلال وجود هذه الصفقات في النادي الاهلي بالاتفاق مع المدير الفني، او بعد رغبة المدير الفني في إسلام أو في بيرسيتاو أو في كذا أو في كذا أو في كذا. الصفقات دي جمهور النادي الأهلي بيشوفها وبيتفرج عليها وبيعرف إن هي بنسبة كبيرة جدا، مش طبعا مش بنسبة 100% ولكن بنسبة كبيرة جدا، الصفقات اللي بيعملها دايما النادي الأهلي بتلاقوا ليها مردود جيد جدا 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 مع الجمهور، لأن احنا الحمد لله عندنا إدارة كرة قدم واعية وعارفة كويس جدا هي بتتكلم في إيه، وعارفة كويس جدا لما بتتكلم مع المدير الفني بتتكلم معاه إزاي، ونفس الكلام عندنا مدير فني جيد جدا وبيختار وبيعترف بأخطائه، بيعترف بأخطائه، وده حصل في المؤتمر الصحفي الأخير. فعشان كده دايما لما باجي أتكلم على صفقات أصل بيقولك إيه، أصله ساب الدوري الإنجليزي، ويعني بعض من لا يشجع النادي الأهلي عاملين كوميكس على هذا الموضوع، يقولك أصله هو ساب الدوري على بيرسيتاو، يعني ساب الدوري الإنجليزي ورجع من الدوري الإنجليزي على الدوري المصري وكذا وكذا وكذا. أيوة النادي الأهلي نادي كبير ونادي عالمي، الكل يتمنى أن يكون متواجد في النادي الأهلي. أنا مش بقول كده لمجرد أن أنا واقف مع حضراتكم وبقول هذا الكلام، حضراتكم تعلموا هذا الأمر أكتر من أي حد تاني، وبعض من لا يشجع النادي الأهلي عارفين الكلام ده كويس جدا. فعشان كده دايما أنا بقول لحضراتكم إيه، خلينا وخلي بال حضراتكم محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل. هل بكده بالأربع صفقات دول انتهت صفقات النادي الأهلي؟ محدش عارف إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة. من الممكن جدا أن نرى بعض المفاجآت في بعض الصفقات اللي ممكن تحصل خلال الفترة اللي جاية، وممكن جدا نلاقي لا بناء على رأي المدير الفني وإدارة الكرة اتفقوا ان لا خلاص كفاية الصفقات دي. ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاية هيبان مع الأيام القادمة. زي ما حضراتكم عارفين احنا دايما لما بنيجي نتكلم معاكم لما بيتم التعاقد مع كريم فؤاد بنقول لحضراتكم بعدما يتم الإعلان رسميا من خلال المركز الإعلامي للنادي الأهلي ومن خلال قناة النادي الأهلي. بيرسيتاو نفس الكلام هنا وهنا، حتى لو مصر كلها بتتكلم عن هذه الأمور ولكن من خلال قناة النادي الأهلي ومن خلال المركز الإعلامي للنادي الأهلي دايما بحضراتكم بتشوفوا الصفقات، بتشوفوا إيه اللي بيحصل في النادي، من اللي بيحصل بشكل رسمي من خلال هذه الصفقات. فعشان كده دايما خلينا ننتظر إيه اللي هيحصل خلال الفترة اللي جاية. وكالعادة وزي ما شرحت لحضراتكم من 2019 كيف بدأت فكرة إن احنا نعمل فريق جديد، وهي فكرة دايما موجودة مع كل مجالس إدارات النادي الأهلي علشان تسيطر على القارة الأفريقية، والحمد لله ربنا كرمنا بالتسعة القاضية ممكن، وربنا كرمنا بالعشرة في ظل ظروف كانت صعبة جدا جدا جدا، وفي ظل وجود جائحة زي جائحة كورونا في العالم كله، مش في مصر بس في العالم كله، ومع ذلك استطاع النادي الأهلي أن يفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا في حوالي 8 شهور أو في 7 شهور، وفي سابقة لم تحدث في التاريخ. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده خدنا دوري، خدنا كاس السنة اللي فاتت، خدنا دوري وخدنا كاس وخدنا سوبر إفريقي، وبالتالي 5 بطولات و ايضا برونزية كأس العالم، احنا بنعتبرها بطولة ان احنا نصل ان احنا ناخد ثالث العالم. اعتقد ان ده شيء جيد جدا جدا جدا، وزي ما دايما اتفقنا مع حضراتكم الفترة اللي جاية هتشوفوا ان شاء الله تكريمات للاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي، ابطال النادي الاهلي في كل الالعاب وطبعا في كرة القدم، لان هم بالفعل يستحقوا هذا التكريم على مدار موسم كامل، موسم صعب استطاع النادي الاهلي ان هو يفوز في 5 بطولات والستة تالت أو برونزية كأس العالم. إن شاء الله البداية تكون من الموسم القادم، هتبدأ مع كأس مصر. النهاردة هنتكلم عن القرارات اللي اتخذها اتحاد كرة القدم وقعدة اتحاد كرة القدم، القعدة رسمية الحقيقة أو
اجتماع رسمي بين اتحاد كره القدم وال18 نادي عشان يشوفوا او الانديه اللي هتلعب في كاس مصر عشان يشوفوا هيلعبوا ازاي خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي هنتكلم في كل هذه الامور. ولكن يهمني جدا جدا ان احنا نعرف ايه هي صفقات النادي الاهلي. هو ليه بيرسي تاو جه النادي الاهلي؟ هو ليه مكسيوني جه النادي الاهلي؟ هو ليه كريم فؤاد جه النادي الاهلي؟ هو ليه حسام حسن جه النادي الاهلي؟ الاربع صفقات دول اربع صفقات هامه جدا هنتكلم فيهم بشكل مفصل. ونقول مثلا واحد زي بيرسي تاو، واحد زي بيرسي تاو الحقيقه خلينا نتكلم عن ملخص ارقامه، وبكره هيكون عندنا حلقه مهمه جدا مع كريم سعيد واحمد ثابت هنتكلم معاهم عن اهم ما يميز صفقات النادي الاهلي، وهنتكلم عن نهايه موسم وختام موسم وارقام النادي الاهلي وكل ما يخص النادي الاهلي وكل ما يخص الانديه الاخرى خلال حلقه مهمه جدا بكره. بيرسي تاو مثلا هو هداف الدوري الجنوب افريقي مره وحيده، حصل من قبل على 2 دوري جنوب افريقيا مع سان داونز، دوري البلجيكي مع كلوب بروج، كأس السوبر الإفريقي، دوري أبطال إفريقيا مع سان داونز، لعب في كأس العالم للأندية، لعب لأندية سان داونز، يونيون البلجيكي، كلوب بروج البلجيكي، واندرلخت وبرايتون الإنجليزي، شارك مع منتخب جنوب إفريقيا في 28 مباراة، أحرز خلالها 13 هدف وصنع 3 أهداف. شارك ايضا في الدوري البلجيكي في 32 مباراه، احرز 7 اهداف، صنع 5 في كاس بلجيكا، سجل 10 اهداف ووصل نصف النهائي مرتين. طيب هو تحس ان هو قريب من لعب في كاس العالم للانديه زي ما النادي الاهلي لعب في كاس العالم للانديه، وزي ما هنلعب ان شاء الله في شهر فبراير القادم. زي ما قلت لحضراتكم في البدايه ان من الممكن جدا ان يصدر قرار رسمي خلال الاسبوع او العشر ايام اللي جايه ان كاس العالم للانديه يؤجل لشهر فبراير القادم ويكون في ابو ظبي او الدوحه. فبيرسي تاو نفس نوعيه وشكل النادي الاهلي، نفس نوعيه وشكل اللي بيحصل لعيب النادي الاهلي. بيرسي تاو ايضا لعب مباريات كبيره جدا في اوروبا، عمل مباراه كبيره جدا مع كلوب بروج البلجيكي ضد ريال مدريد الاسباني، انتهت هذه المباراه 2-2 في دور المجموعات من سنتين، وكمان صنع الهدف الاول في هذه المباراه لما تلعب واحد من اكبر واهم انديه العالم ريال مدريد. اعتقد ان ده شيء جيد جدا. بيرسي تاو في الدوري الاوروبي لعب ضد مانشستر يونايتد مع كلوب بروج، وانتهت المباراه في هذا التوقيت 1-1. الموسم اللي فات بيرسي تاو في البريمير ليج لعب مع برايتون الانجليزي، صنع هدف امام وستهام، ورغم واعير تمت اعارته اللي طلعها، لكن في كل مباراه كان بيثبت انه لاعب مميز وصاحب كواليتي عالي. بيرسي تاو اتمرن ايضا مع مدربين كويسين جدا في اوروبا على راسهم جراهام بوتر وفي برايتون، وفرانكي في اندرلخت، وفينسنت كامباني في الدوري البلجيكي، والاهم بقى انه له اكثر من 100 مباراه تحت قياده موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي. برايتون الحقيقه كان متمسك ببيرسي تاو للحظات الاخيره، وده ظهر في تصريحات كل المسؤولين في برايتون، ولكن اصبح بيرسي تاو لاعبا في النادي الاهلي. هو انا ليه بشرح الكلام ده او ليه بقوله؟ يعني انا ما بيفرقش معايا انا كنادي اهلي او النادي الاهلي ما بيفرقش معاه ابدا ايه اللي بيتقال على الصفقات من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، لانه طلعوا امور كاذبه تخص بيرسي تاو وهي الحقيقه ليست صحيحه بالمره، لان بيرسي تاو طلب من موسيماني ان هو يكون متواجد في النادي الاهلي، وبالتالي لان احنا عندنا اداره محترفه بتلبي احتياجات المدير الفني في اطار لما هم شايفين عندهم الناس اللي موجوده في اداره كره القدم سواء الكابتن خطيب او الكابتن محسن صالح او الكابتن زكريا ناصف، عندهم رؤيه كبيره جدا جدا، وده واضح وظهر خلال الفتره اللي فاتت. زي ما قلت لحضراتكم تم بناء فريق كبير جدا للنادي الاهلي، استطاع زي ما دايما بنقول ينيم افريقيا من المغرب بدايه من 2019 لغايه دلوقتي، خدنا كل حاجه تقريبا في البطولات الافريقيه اللي لعبناها، خدنا 2 افريقيا وخدنا سوبر افريقي، وان شاء الله ربنا يكرمنا باللي جاي في الفتره القادمه، هنشوف ايه اللي هيحصل وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. فانا ما بيفرقش معايا حضرتك او بعض من لا يشجع النادي الاهلي بتقول على صفقاتي ايه، ولا يفرق معايا. طبعا بتتابع كل الانديه بتجيب مين، لانه انت النادي الاهلي
دايما لازم تبقى عندك محللين للاداء وكشافين وعندك كل حاجه عشان تعرف بقيه الانديه بتعمل ايه، لانه في النهايه هو تنافس على الدوري العام في الموسم اللي جاي. ولكن زي ما بتبقى عايز تعرف اللي بيحصل في الدوري العام، بتبقى عايز تعرف برضو اللي بيحصل في افريقيا، لان انت عايز تحافظ على افريقيا، على البطوله الافريقيه للمره الثالثه، وعايز ترجع الدوري العام بعد خسارته بعد 5 سنين. الدوري العام عندك موجود في الجزيره بتخسره مره، فلازم تبقى عارف وبتتابع الانديه الثانيه بتعمل ايه. لكن دايما احنا ما بنعلقش على صفقات الانديه الاخرى لانه ما بيفرقش معانا كتير. انا يفرق معايا انا نادي الاهلي بيعمل ايه، نادي الاهلي بيجيب صفقات ليه. عندنا مشاكل اخرى هتلاقوا خلال الفتره اللي جايه، اذا كان هناك مشاكل اخرى هتلاقوا في الفتره اللي جايه تدعيمات اخرى للنادي الاهلي اذا طلب موسيماني. وعندنا زي ما قلت لحضراتكم اداره محترفه بتعرف امتى تجيب وامتى ما تجيبش، وامتى تعمل وامتى ما تعملش، لانه برضو في النهايه اسماء كبيره واساطير كبيره جدا، الاسطوره محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف، لجنه التخطيط بيعرفوا يعملوا ازاي. هم اللي جابوا حسين الشحات، وهم اللي جابوا اليو ديانج، وهم اللي جابوا كل الفريق اللي حضراتكم شايفينه. انا بس عشان ما انساش اسماء، كل الفريق اللي استطاع ان هو يفوز بكل ما يخص البطولات الافريقيه. والحمد لله، يعني يمكن لما تخش في 7 بطولات تكسب 6 وتخسر 1، اعتقد ان ده شيء جيد جدا جدا جدا، معدل جيد جدا. ولكن يزعل جمهور النادي الاهلي؟ ايوه بيزعل جمهور النادي الاهلي، ايوه بيزعلنا، لان احنا جوانا الطموح الحقيقي، مش الطموح الحقيقي اللي هو بيخلينا دايما عايزين ناخد كل البطولات، عايزين نعمل كل البطولات اللي احنا عايزينها. هو حضرتك تفتكر ان انت لو كنت خدت الدوري ما كنتش هتعمل الصفقات دي؟ لا، النادي الاهلي ما بيبصش ان هو خد الدوري ولا ما خدش الدوري، طبعا يهمه ان هو ياخد الدوري، ولكن النواقص اللي موجوده كده كده هتتصلح وكده كده هتتظبط. اختيار مواعيد الاعلان عن الصفقات ده حق اصيل للنادي الاهلي بس، مش لحد تاني. حق اصيل للنادي الاهلي بس مش لحد تاني، محدش يقدر يتكلم ويقول لي اقول امتى او ما اقولش امتى، انا كنادي اهلي يعني. فعشان كده خلينا دايما ماشيين ورا ادارتنا ورا مجلس ادارتنا علشان نعرف ايه اللي بيحصل. بمنتهى الامانه وبمنتهى الحياديه دايما بنتكلم مع حضراتكم في هذا الامر. لويس ميكي سيوني هيبقى اسمه صعب علينا كلنا يعني، لكن هنقول ميكي ونخلص. لويس ميكي حلو برضو، اسم لطيف. لعب الحقيقه قبل كده مع سان داونز، تشيبا يونايتد، رويال ايجلز الجنوب افريقي، وسيمبا التنزاني. شارك في 14 مباراه بدوري الابطال افريقيا، سجل خلالهم 3 اهداف وصنع 3 اهداف، ولفت الانظار بشده الحقيقه في دوري ابطال افريقيا اللي فات، وهو لاعب سبق له التدريب ايضا تحت القياده الفنيه البيتسو موسيماني. اما على المستوى الدولي لعب 27 مباراه مع منتخب موزمبيق وسجل 4 اهداف. ده بالنسبه لميكي. اما بالنسبه لاحد النجوم اللي ايضا كان بيلعب في نادي كبير زي نادي سموحه، كابتن حسام حسن. حسام حسن في قياده سموحه في اول قاد سموحه في اول مواسمه ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب في 2015 2016، شارك في الكونفدراليه الافريقيه ونجح في التاهل لدوري المجموعات. حسام حسن سجل 49 هدف طوال مسيرته مع سموحه منذ انضمامه في يناير 2016 وخلال 159 مباراة في كل البطولات، وصنع 10 أهداف آخرين. الموسمين الأخيرين هم الأبرز في مسيرة حسام حسن، سجل 11 هدف في 2018-2019-2019-2020 وسجل 10 أهداف في موسم 17-18. في الدور الأول من هذا الموسم حسام حسن سجل 9 أهداف في 15 مباراة قبل أن يرحل إلى نادي أهلي طرابلس على سبيل الإعارة، والتي انتهت ثم عاد من إعارته لينضم للنادي الأهلي في صفقة رائعة. حسام حسن 52 هدف، صنع 12 هدف في أكثر من 200 مباراة لعبها مع كل الفرق في كل البطولات الإفريقية. انضم أيضا لمنتخب مصر حسام حسن، يعني لاعب دولي ينضم مؤخرا أيضا للنادي الأهلي في صفقة انتقال مهمة جدا جدا جدا. طيب، آخر لاعب تم الإعلان عنه هو كريم فؤاد. كريم فؤاد بيجيد اللعب في 5 مراكز في الملعب، يمكنه اللعب في مركز باك يمين باك شمال، ممكن ايضا جناح ايمن جناح ايسر ووسط الملعب. ب
بيعرف يلعب برجليه اليمين وبرجليه الشمال. كريم فؤاد شفناه مع نادي انبي ومع المنتخب الاولمبي ونادي النجوم، وكان عندك عليه كلام كتير جدا ان هو يحترف في اوروبا، وبالفعل الحقيقه وصلوا عرض معايشه من بنفيكا بطل البرتغال وسيلتك الاسكتلندي، يعني برضو حتى الصحافه العالميه سان سكوتش اللي هي سان الاسكتلنديه اتكلمت عن ضمه او الموهبه الافريقيه اللي ضاعت من سيلتك زي ما احنا شايفين على الشاشه دلوقتي، وده ايضا خبر من الاخبار الهامه جدا. وبالتالي اربع صفقات للنادي الاهلي، بيرستاو ولويس ميكي وحسام حسن وكريم فؤاد. هل هناك المزيد من الصفقات؟ ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه على حسب احتياجات الفريق الاول او احتياجات المدير الفني، بيختار انا عايز واحد اثنين ثلاثه، وبالتالي بيتم النظر في طلباته. وبيتم الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي دايما لما بيخسر حاجة هو ده الفرق بالمناسبة ما بين النادي الأهلي وأي حد تاني. النادي الأهلي لما بيخسر بيقوم يقف على رجله وبيرجع أقوى من الأول، أقوى من الأول وبكتير. فخلينا نشوف وخلينا دايما ننتظر، هل هناك مفاجآت قادمة بالتعاقد مع اللاعبين آخرين؟ هل من الممكن أن يكون هناك لاعبين آخرين؟ حتى هذه اللحظة النادي الأهلي عنده أربع لاعبين تعاقد معاهم، وخلينا ننتظر إيه اللي هيحصل في الأيام القادمة. طيب ده كان كلمتين مهمين جدا بتكلم فيهم مع حضراتكم فيما يخص كأس العالم للأندية وفيما يخص الصفقات الخاصة بالنادي الأهلي. خلينا نطلع فاصل أول، وبعد هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن أهم الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه خلوني ابدا مع حضراتكم باول خبر، وهو خبر هام جدا لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، لانه خبر كان ينتظره الكثير والكثير من اعضاء الجمعيه العموميه. وزي ما وعد مجلس اداره النادي الاهلي منذ بدايه انتخابه في 2018 او 2017 حتى هذه اللحظه، مجلس اداره النادي الاهلي من خلال برنامج عائله النادي الاهلي قال ان هو هيعمل جراج للاعضاء الجمعية العمومية في مدينة نصر أو في مقر النادي في مدينة نصر، مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. وبالتالي بكرة إن شاء الله هذا الحلم سيصبح حقيقة بعد إنجازات كثيرة جدا جدا هنتكلم عنها دائما خلال الفترة القادمة. فمجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحون جراج فرع النادي الأهلي بمدينة نصر غدا إن شاء الله. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما حضراتكم شايفين العمل كان على قدم وساق خلال الفترة الماضية للوصول بهذا الشكل وبهذا الإنجاز الرائع اللي بيحسب لمجلس الإدارة الحقيقة، لأنه كان عندنا مشكلة كبيرة جدا خلال السنوات الأخيرة لمسها مجلس إدارة النادي الأهلي من خلال أعضاء الجمعية العمومية في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. وبالتالي استطاع مجلس الإدارة أن هو يحقق حلم كل الأعضاء من خلال إنشاء جراج كبير جدا جدا وبسعة كبيرة جدا لكل الأعضاء. مش هيبقى عندك بقى مشكلة أن أنت تركن عربيتك برا النادي وتلاقي حد من المرور مكلبشها أو حد عاملك عليها مخالفة ولا الكلام ده كله، ولكن دائما تلبية أعضاء أو تلبية رغبات أعضاء مجلس أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي دائما ما بتكون في أولويات مجلس إدارة النادي الأهلي. إن شاء الله بكرة هيكون الكابتن محمود الخطيب بوجود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة هيكونوا متواجدين لافتتاح هذا الفرع هذا الجراج، والجراج على مساحة 1000 مساحة كبيرة جدا ويستوعب 1000 عربية، وهو ما يمثل إضافة حقيقية للعملية الإنشائية اللي تشهدها فروع النادي المختلفة خلال هذه الفترة. طبعا إدارة النادي وجهت الدعوة إلى كل قيادات النادي الأهلي ولجانه المختلفة للمشاركة في هذا الافتتاح الذي يبدأ في 5 مساء بحضور المسؤولين عن الشركة المسؤولة التي قامت بتنفيذ المشروع، طبعا شركة ابن سينا وهي إحدى الشركات الوطنية الكبرى والتي أبدت تعاون كبير مع إدارة النادي الأهلي لإنهاء هذا المشروع لخدمة أعضائه
النادي، خاصة أن هذه أزمة تواجه الأعضاء منذ سنوات زي ما اتكلمت فيها مع حضراتكم. ألف ألف مبروك لكل أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي، إن شاء الله غدا يكون افتتاح، وكالعادة دائما افتتاحات النادي الأهلي بتليق بأعضائه وبجمهوره. كل الناس بكرة إن شاء الله نقعد نتفرج على شاشة قناة النادي الأهلي الساعة 5، نتفرج على افتتاح جراج كان أو يستوعب 1000 عربية. المشكلة الحقيقة كانت كبيرة جدا، ولكن المشكلة دي الحمد لله الحمد لله في وجود مجلس الإدارة اتحلت، واتحلت بشكل جذري. ألف ألف مبروك لكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ولكل أعضاء جمعيته العمومية. النهاردة كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيمثل النادي الأهلي في اجتماع الأندية مع اتحاد كرة القدم. أنا قلت لحضراتكم يوم الأربعاء اللي فات إن النهاردة هيكون في اجتماع ما بين اتحاد كرة القدم وما بين ممثلي الأندية لتحديد شكل الدوري في الموسم القادم، وهل الكاس هيكتمل ولا مش هيكتمل، أو إيه اللي هيحصل في هذا الأمر. الحقيقة تحفظ الكابتن سيد على فكرة ضغط مباريات الكأس ولعب مباراة كل 72 ساعة زي ما كنا اتكلمنا مع حضراتكم في هذا الأمر، ولأنه أنت خارج من إرهاق ورحت لمنتخبنا الوطني، 10-9 لاعبين من النادي الأهلي راحوا للمنتخب الوطني، وبالتالي أكتر نادي هيكون مضرور خلال الفترة اللي جاية. وأيضا بعد هذا الاجتماع استعرض طبعا رئيس الاتحاد في البداية الارتباطات الخارجية للمنتخب الوطني والأندية المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية. جدد أيضا أستاذ أحمد مجاهد دعوته للأندية لتشكيل رابطة الأندية المحترفة، بقالنا 100 سنة بنتكلم في هذا الأمر، وأشار إلى أن فتح الباب أمام جميع المواطنين للحصول على لقاح كورونا في ظل جهود الدولة من شأنه إحداث انفراجة كبيرة فيما تتكلفه إجراء مساحات طبية للاعبين سواء على الأندية أو الاتحادات. وأيضا طرح رئيس الاتحاد على الأندية التوصل لنظام متفق عليه بين الجميع فيما يختص بالمطالبة بحكام أجانب لبعض المباريات، إلا مشيرا إلى أن الاتحاد ليس لديه مشكلة في ذلك طالما سيتم إقرار نظام على الجميع قبل بداية المسابقة. ده كلام محترم نتمنى أن هو يحصل، بمعنى أن لو حد عايز طاقم تحكيم أجنبي من فضل حضرتك يكون هناك من الأول أو منذ بداية الموسم اتفاقات معينة ما بين الأندية أو ما بين ممثلي كل الأندية واتحاد كرة القدم على أن الشروط اللي هيجي فيها طاقم تحكيم أجنبي رقم 1 2 3 وتكون معممة على كل الأندية. ما يجيش نادي عايز يعمل كده عايز يعمل كده، ولكن تكون هناك اتفاقات محددة وواضحة ما بين اتحاد كرة القدم وممثلي الأندية في هذا الأمر. إن شاء الله إجراء قرعة مسابقة الدوري في موسمه الجديد هتكون يوم الثلاث المقبل، ويعني أنا عندي برضو معلومة مش عارف قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، إن من الممكن جدا أن يتم استئناف مسابقة الكاس يوم 13 سبتمبر المقبل على أن تبدأ مسابقة الدوري الجديد في أكتوبر المقبل. وبالمناسبة ده الاقتراح اللي أنا كنت قلته الحقيقة هنا في هذا البرنامج، إن إيه المشكلة لما تأخر الدوري شوية لغاية لما تنتهي من الكاس وما تعملش ضغط المباريات كل 3 أيام أو كل يومين زي ما كان هيحصل أو زي ما كان التفكير أو زي ما كانت التسريبات اللي موجودة اللي عملها اتحاد كرة القدم خلال الفترة السابقة. ولكن في النهاية هنشوف اللي هيحصل برضو في هذا الأمر. أيضا النهاردة كانت في قرارات من لجنة المسابقات عن أحداث الجولة الأخيرة في الدوري العام المصري. أعلنت لجنة المسابقات عن إيقاف شيكابالا لاعب نادي الزمالك 8 شهور وغرامة 500,000 جنيه لتكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام مراسم التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد المباراة نفسها، وتدخل العقوبة حيز التنفيذ من تاريخ صدورها أي تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2021. أيضا إيقاف حازم إمام لاعب نادي الزمالك 4 مباريات وغرامة 100,000 جنيه للسلوك غير الرياضي، غرامة مالية 100,000 جنيه على نادي الزمالك للهتاف الجماعي والسباب ضد عناصر اللعبة، غرامة مالية 100,000 جنيه على نادي الزمالك نزول أعداد زائدة، إيقاف أحمد أبو الفتوح لاعب نادي الزمالك 1 مباراة، إيقاف علي جبر لاعب بيراميدز 1 مباراة، غرامة مالية على نادي طلائع الجيش 20,000 جنيه لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب، وإيقاف أسامة عزب ومصطفى شبيتة لاعبي مصر المقاصة 1 مباراة، وفتحي مبروك عبد العزيز لاعب غزل المحلة للطرد. الحقيقة
إذا كان هناك معايير واحدة يتم تطبيقها على كافة الأمور وكافة اللاعبين أو كافة المنظومة الرياضية، أعتقد محدش هيكون عنده مشكلة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن ما ينفعش حد يطلع يشتم، أو حضرتك تشوف ليه فيديوهات بتشتم في بيشتم في جماهير نادي آخر زي ما حصل بعد المباراة الأخيرة، بيشتم في جماهير نادي آخر وحضرتك تتجاوز عن هذا الأمر، وبالتالي لازم هيحصل فيك اللي حصل، وده اللي احنا شفناه. ولكن حضرتك حط معايير واضحة للجميع، واضحة للجميع بما فيها لعيبة النادي الأهلي، عشان محدش يقول لي مش عارف إيه. لأ، بما فيها لعيبة النادي الأهلي، لو حضرتك حطيت هذه المعايير وتم تطبيقها على الجميع، أعتقد الأمور هتبقى محدش هيتكلم، محدش هيقدر يتكلم أساسا، لأنه المساواة في الظلم عدل، المساواة في الظلم عدل، وبالتالي يجب أن يكون هناك معايير يتم تطبيقها بالكامل زي ما هي وبوضوح على الجميع وعلى كل المنظومة الرياضية، وترسل بقى لكل الأندية قبل بداية الموسم. احنا داخلين على موسم جديد، يعني طبعا ما نشوف موضوع الكاس ده هيحصل فيه ايه، ولكن احنا داخلين على موسم جديد ودوري جديد، الدوري انتهى على الأقل، وبالتالي عايزين نبقى واضحين من الأول. لما حد بيتجاوز في حق نادي آخر يبقى معروف ده عقابه ايه، ما نقعدش نطلع نقول ونتكلم ونعمل عشان حضرتك تاخد قرار أو لا. لكن إذا كان الأمر بهذا الشكل والأمور كلها واضحة، لأن بلدنا بلد قوانين ولوائح، دايما بنمشي على القوانين واللوائح، بس لما بتكون واضحة بتبقى الموضوع منتهي ومحدش يقدر يتكلم. فمهم جدا 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 إن احنا نعرف إيه هي اللوائح اللي هنمشي عليها خلال الفترة القادمة فيما يخص مش السباب ولا الشتيمة بس، ولكن كل الموضوع من أوله لآخره فيما يخص منظومة كرة القدم من الأول للآخر. اعتداء على حكم، اعتداء على لاعب آخر، اعتداء على جمهور باللفظ أو القول، اعتداء على كذا، اعتداء على كذا، لازم تبقى الحاجات دي واضحة وعارفة ومرسلة لكل الأندية علشان نعرف السنة الجاية الدنيا هتبقى ماشية إزاي، يبقى كل واحد عارف هيعمل إيه، أو لو تجاوز عن في موضوع معين هيبقى معروف جدا إن هو هيحصل له إيه وهيحصل فيه إيه بدون ادنى شك وبدون ادنى كلام، ومن غير تدخلات بقى من رئيس الاتحاد يطلع هنا استاذ احمد مجاهد او يطلع هنا او يطلع هنا، ولكن من المفترض ان الامور دي تبقى واضحه للجميع. طيب، النادي الاهلي الحقيقه وصل لدور الثمانيه في كاس الكؤوس الافريقيه في المغرب. خلينا نروح للكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كرة اليد في النادي الأهلي، يطمن منه برضو على كل الأمور اللي بتحدث في مع بعثة النادي الأهلي لكرة اليد في المغرب. كابتن ياسر، ازاي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير كابتن إسلام، ازاي حضرتك؟ مساء الفل يا فندم، أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله، مساء الخير على حضرتك الحمد لله في كل النادي الأهلي. الله يخليك يا فندم، ممكن تطمنا على البعثة بالكامل بقى؟ والله الحمد لله، البعثة زي ما اتكلمت مع حضرتك قبل كده، الولاد احنا مركزين من اول يوم جينا هنا. عايز اقول لحضرتك برضو الولاد في حاله تركيز كامل. ايوه، ويمكن ده باين من الاداء اللي باين في الماتشات، الماتشات متاخده بجديه واضحه. ايوه، الولاد بيركزوا في اول من اول دقيقه لاخر دقيقه، حتى لو كان الفارق الفترات في بعض فترات المباراه عاليه، لا الولاد الحمد لله مأدين اداء عالي. متفقين معاهم ان احنا بناخد ماتش بماتش، وكل ماتش مباراه وبطوله لوحدها. ان شاء الله احنا بكره عندنا ماتش الساعه 1 الظهر بتوقيت القاهره. ايوه يا فندم. فريق ارسنال السنغالي، احنا الحمد لله طلعنا اول المجموعه، هنقابل رابع المجموعه الثانيه. ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا، وهيبقى السيمي فاينل بعد بكره يوم الاربعاء الساعه 5:30 بتوقيت القاهره باذن الله. ان شاء الله من المتوقع الفريق المغربي، اعتقد حضرتك قلت لي الوداد المغربي مش كده؟ لا، احنا لو كسبنا ان شاء الله هنقابل الفائز من فريق انجولا وفريق ساحل العاج. انجولا فريق قوي جدا، ما قلش قوه عن الفريق المغربي، يمكن ماتشهم طلع فرق واحد في اخر دقيقه. انجولا انت عارف حضرتك من الدول المتقدمه جدا دلوقتي في كره اليد. ايوه يا فندم. تطور الفرق بصراحه، يعني يمكن فرق السكور اللي بيننا وبينهم اللي حصل ده نتيجه الخبرات. ايوه يا فندم. الفرق الافريقيه بتتميز حاليا بالقوه والسرعه
انما احنا الحمد لله احنا الفريق بتاعنا انت عارف فريق شباب، احنا معانا 12 لعيب اول مره يشاركوا في بطوله افريقيا، فالولاد متشوقين ان هم يحرزوا بطوله. ايوه فاهم. احنا 18 لعيب منهم 12 اول مره يشاركوا في بطوله افريقيا. ايوه في حماس وفي تحفز، بطوله مهمه وبطوله صعبه لان هي جايه في بدايه الموسم، يعني السنه دي البطوله جايه في بدايه الموسم. ايوه البطولات اللي قبل كده اللي بتبقى معظمها بتبقى الفريق عامل فتره اعداد، لعب مباريات دوري، طالع يلعب الماتشات كانت بتبقى في مايو في يوليو بعد انتهاء موسم بيبقى الفريق جاهز. السنه دي احنا بنلعب البطوله واحنا لسه ما ابتديناش في بطوله لا دوري ولا كاس، جاي في بطوله الاعداد. فالحمد لله يعني دي برضو اعداد قوي للموسم وبدايه تحقيق بطوله في الموسم في بدايته هيبقى ليها تاثير كبير على الفرقه ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم عندنا مباراه بكره نكسبها لو ربنا كرمنا وكسبناها، تلعب الدور قبل النهائي يوم الاربع، وان شاء الله لو ربنا كرمنا تلعب الدور النهائي امتى لو النادي الاهلي وصل؟ يوم الخميس ان شاء الله. يوم الخميس على طول والبعثه ترجع امتى يا فندم؟ هنرجع يوم الجمعه باذن الله. اه ده الايام اللي جايه كلها ورا بعض يعني. ورا بعض بالظبط، يعني احنا عندنا يوم راحه واحد بس بعد الفاينل، وبعد كده عندنا اربع ايام فيهم ثلاث مباريات، هم دول ثلاث مباريات البطوله ان شاء الله. اه ربنا يكرمنا والولاد مركزين، احنا بقى لنا يمكن هو ده 8 ايام في 8 ايام. اه في الفقاعه في قاعدين في اوتيل، الولاد ما بيعملوش حاجه غير انهم بيتدربوا. بنروح مواعيد التدريب، بنرجع قاعدين في الاوتيل. يمكن الولاد كمان عايز اقول حاجه، لو عندنا تدريب صباحي بس في اليوم الراحه. ايوه فندم. الولاد بيعملوا بعض تدريبات يعني باجهزه جايبينها معانا، بيعمل كاس حديد. كله بيبقى في الفندق تيالي. كله في الفندق. اه. ممنوع خروج اي حد، بنركب باص محدد لينا، بنروح الملعب نلعب المباراه او نعد تمريننا ونرجع. وموضوع كورونا الامور ماشيه بشكل جيد، المساحات ماشيه بشكل جيد الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله احنا كان في مثلا النهارده الصبح 10 صباحا الحمد لله نتيجتها طلعت البعثه كلها بخير الحمد لله، ما فيش اي حاجه الحمد لله. كل البعثه بالكامل يا فندم. ربنا يكملها بخير. البعثه بالكامل يا فندم مظبوط؟ بالكامل من اول. طب كويس جدا. كابتن عمري حتى كل الجهاز الاداري، الجهاز الاداري ورئيس البعثه. ايوه يا فندم. والجهاز الفني كلنا لازم نعمل البعثه، دي يمكن ثالث مره بنعملها من ساعه الجنة. عموما نتمنى لكم يا رب كل التوفيق يا كابتن ياسر، واحنا دايما على تواصل خلال الاربع ايام القادمه ان شاء الله. ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بهذه البطوله ونقدر نبارك لحضراتكم ونحتفل بحضراتكم دايما على الهواء. انا بشكرك جدا يا كابتن ياسر وان شاء الله كل التوفيق لحضرتك. شكرا جزيلا للكابتن ياسر الرملي رئيس جهاز كره اليد في النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين بنحاول نجيب لحضراتكم كل اخبار النادي الاهلي في كل مكان. طيب ان شاء الله يوم الاربعاء القادم في مباراه مهمه جدا لمنتخبنا الوطني، اولى المباريات اللي هيلعبها منتخبنا الوطني، وفي تصفيات كاس العالم طبعا مع انجولا. المنتخب الوطني بيواصل تدريباته قبل مواجهه انجولا بتصفيات المونديال. كابتن حسام البدري المدير الفني وجهازه بيسعوا طبعا ل تحفيظ اللاعبين، طريقه اللعب زي ما قلت لحضراتكم قبل كده مفيش وقت اساسا ان الكابتن حسام يعمل اي حاجه غير ان هو يا دوبك يحفظ بقيه اللاعبين. كابتن احمد ايوب، كابتن طارق مصطفى، كابتن سيد معوض دايما بيكونوا متواجدين، كابتن ايمن طاهر جهاز الفني لمنتخبنا الوطني. زي ما حضراتكم شايفين معظم اللاعبين اللي متواجدين بيعتمد فيهم الكابتن حسام على اللاعبين المحليين باستثناء اربع محترفين. زي ما حضراتكم عارفين مشكله محمد صلاح والنني، يتبقى مصطفى محمد واحمد حجازي متواجد اهو امام حضراتكم. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل مع منتخبنا، وكل الدعم وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله خلال الفتره القادمه. ودايما الحقيقه بنكون في ظهر منتخبنا وفي ظهر كل حاجه بتبقى باسم مصر. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. خلينا نطلع نشوف ماذا قال كابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني في مؤتمر صحفي، ونرجع نكمل مع حضراتكم. لعيبه الاهلي والزمالك طبعا لما جم المعسكر على طول بيبقى فيه فصل طبعا، حته ان يبقى فيه اي حاجه خاصه بالناديين، لان
المجموعه اللي موجوده معانا مجموعه مميزه جدا طبعا، وعندها خبرات، وفي نفس الوقت كل التركيز زي ما بقول في المباريات القادمه. بالنسبه للاجهاد، ما احنا كان طلبنا بتعديل المباراه بتاعت الانجولا دي كان مهم جدا، لكن انت لو قلت لي هل ده وقت كافي؟ هقول لك برضه مش كافي، لكن هي الظروف، انت عارف اجنده، وفي اشياء طبعا خاصه بالكوميرشال، الاذاعه اللي خاصه بمباراه المنتخبات كلها. طبعا يعني المنافس هقول لكم على شهور، يعني اتفرجت على المنافس صدقوني يعني لشهور طويله جدا، اللي هي ما بين التجمع الاخير والفتره اللي جايه اتفرجت على المنافس كتير جدا انا والجهاز، وفي نفس الوقت يمكن برضو التباعد الزمني ما بين الاجندات في الفتره اللي فاتت كان بيصعب الدنيا جدا، لان كل مرحله بتلاقي تغيرات كبيره جدا، ده اللي انا يعني لاحظته على فرقه انجولا. وفي نفس الوقت برضه هي ما جت في الفتره الاخيره ما تاهلتش لبطوله الامم الافريقيه، ابتدى يبقى فيه كم كبير جدا من اللاعبين ما بيجيش. عندنا طبعا تحدي اخر، انتوا لو شفتوا الهيكل بتاع انجولا فيه تغيير كبير جدا جدا جدا، لان المدرب اصلا برتغالي، ويمكن هو عمل حاجة لإحساسه بالمرحلة الأولى إن ممكن يبقى فيه تطوير للمنتخب الأنجولي، فابتدى يبحث عن اللاعبين اللي هما عندهم جنسيتين، الجنسية البرتغالية والجنسية الأنجولية، وبالفعل نجح إن هو يلاقي كم كبير جدا. إحنا لسه امبارح أنا والجهاز والكلام دوت هيبقى مع اللاعبين النهاردة بنتفرج على بعض اللاعبين، يمكن أنا اتفرجت عليهم من فترة طبعا لان كنت بطلب ريبورتات على طول بالنسبه للعيبه الجدد، لكن امبارح الجهاز كله كان معايا واتفرجنا في كم كبير جدا من اللعيبه الجدد مميزين جدا. ناس في ثلاثه بيلعبوا في الدوري الانجليزي، في ناس بتلعب في فرنسا، في ناس بتلعب في البرتغال، في ناس بتلعب في السويد، كل دول عناصر جديده ومميزه جدا، فدي يمكن عامله علينا صعوبات كبيره جدا، مش عارفين الهيكل او الشكل اللي هيبداوا بيه ازاي، لان هيبقى فيه تغيرات. لكن خلينا برضو لازم على الجانب الاخر احنا بنركز في نفسنا، في الفكر اللي احنا هنعمله، في العناصر اللي احنا هنختارها، في طريقه ادائنا، ونحط كل الاحتمالات الاخرى دي، يعني كل الاحتمالات الاخرى دي، وبنتعامل معاها وبنحضر نفسنا على المباراه، وبنتمنى ربنا طبعا يكون موفقنا في اختياراتنا وتفكيرنا ان شاء الله. وجود عبد الله السعيد مهم جدا جدا، يعني انا بقول وجوده مهم جدا، وبنشوف المستوى اللي هو بيقدمه في الدوري المصري، وفي نفس الوقت برضه قفشه بتشوف المستوى اللي هو بيقدمه، والاثنين عناصر مهمه جدا وهنستفيد بيهم، لان عندي مباراتين. وفي نفس الوقت مش معنى كده ان انا بقول ان يعني مباراه هتبقى لواحد ومباراه اخرى لواحد، لا، يجوز جدا ان المباراه الاولى يبقى الاثنين موجودين في الملعب في بعض الاوقات يعني، لكن هم عنصرين مهمين جدا جدا. انت بتتكلم عن عناصر الشباب، ويمكن انا في اجابتي في السؤال الاولاني قلت لا، في عناصر كويسه زي ابراهيم عادل، يعني الشباب زي عمار، في صبري اللي هو اللاعب بتاع بيراميدز برضه، ده لاعب واعد، محمود صابر ده لاعب واعد جدا يعني لسه، لكن عشان نتكلم عن المنتخب دلوقتي لا، لسه في وقت وهنتابع ونتاكد ويبقى عندنا مساحه، ولسه في عناصر ثانيه، في عناصر خبره برضه، يعني مش عاوز اتكلم على الشباب بس، لان في عناصر واسماء قديمه موجوده برضه في الدوري المصري ممكن يبقوا موجودين، زي ما شفنا عوده عبد الشافي ثاني، لا ممكن نجوم يعني ليهم خبرات وكانوا موجودين في منتخب مصر قبل كده، الباب مفتوح ليهم كلهم يعني. ثواني حتى بس. مساء الخير. مساء الخير. معك مالك بداري. اولا انا بحمل لك رساله حب من اهل سوهاج اللي هي بلدي. اهلا وسهلا. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والسؤال اللي انا حبيت اساله، مش يعني ايه اللي نفسك تحققه مع المنتخب؟ او ايه اللي انت منتظر انك تحققه مع المنتخب؟ شكرا. يعني في البدايه طبعا تحياتي للاهل السعيد كلهم يعني. كلهم يعني دول ناس غاليين علينا. في نفس الوقت انا باكد ان يمكن امبارح انا بتكلم مع اللاعبين في اول التدريب قلت لهم ان البطولات بتبقى كتيره جدا والانديه الكبيره بتحقق بطولات، لكن بعد مرور الزمن
خلينا كده نقف مع بعض. لو اتكلمنا جينا نقول دوري مثلا سنه 95 ولا دوري 85، مش هنتذكر مين اللي كان موجود في الوقت ده، لكن لما بنيجي نتكلم على كاس العالم 1990 او نتكلم على 2018 او كده، بنتكلم على طول لا ده فلان كان موجود وفلان كان موجود وفلان كان موجود. فقلت لهم ما بالكم بقى ان انتوا في ناس عندها فرصه ان تبقى موجوده في كاس العالم تاني، يعني ده تاريخ صعب يتحقق، وفرصه للاعبين اللي موجودين زي الشناوي زي عبد الله السعيد زي حجازي، مش عاوز انسى حد يعني. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني خلال تصفيات كاس العالم القادمه، يا رب ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نصل الى كاس العالم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير وناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ جمال الزهيري. ازي حضرتك؟ اهلا بيك كابتن اسلام. حضرتك ايه؟ الله يخليك. ايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور الدنيا. بيحكي لنا حكايه حلوه بس مش هنقول نكملها بعد. انا بقول على الهواء على طول. ايضا ناقدنا الرياضي واستاذنا الاستاذ سامي عبد الفتاح. ازي حضرتك يا استاذ؟ مساء الفل يا كابتن، وسعيد بوجودك معاك. ربنا يخليك يا فندم، شرف. الرحبه الجميله دي شرف لينا يا فندم. ايضا ناقدنا واستاذنا الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ ساعتك ربنا يخليك. كله تمام؟ كل الاخوه منورين ما شاء الله. الحمد لله دايما منوره بيكم. استاذ جمال، عايز ابدا مع حضرتك الاول. بكره ان شاء الله سيتم افتتاح جراج لخدمه اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي في مقر النادي في مدينه نصر. اعتقد خطوه رائعه تحسب لمجلس الاداره، وايضا خطوه الحقيقه لانه كانت الامور هناك صعبه جدا جدا في موضوع الركنه الحقيقه. والله انا يعني نادي اهلي مدينه نصر طبعا روحته كتير في بداياته. الدنيا كانت فاضيه حواليه، فما كانش فيه المشكله بتاعت الركنه، لكن مع مرور السنين طبعا اصبح هناك ضروره ملحه انه يبقى في مكان فعلا لاستيعاب كل هذه الحشود من الجماهير او من الاعضاء اللي رايحين النادي، وده مهم جدا لراحه الاعضاء. واعتقد ان ده عنصر اساسي من العناصر اللي بيهتم بيها مجلس الاداره دايما، ان هو اهم حاجه. البطولات ده هدف اساسي لا غنى عنه او لا حياد عنه. ثانيا بقى خدمه الاعضاء في جميع المجالات والخدمات اللي بيحتاجوها، ده اعتقد ان هو مهم جدا بالنسبه لمجلس الاداره. ويمكن لما برنامج عائله الاهلي كان مركز على الجانب الاجتماعي والجانب الخدمي، ايوه، وتنفذ منه حاجات كتيره جدا يعني. فطبعا اعتقد ان ده يبقى حدث مهم قوي 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 لالاف الاعضاء اللي موجودين في مدينه نصر. قوه استيعابيه كبيره جدا يا استاذ محمود لجراج. الناس ممكن تتخيل او بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما يتخيل ان انت الموضوع بسيط ان احنا نتكلم فيه، ولكن هو موضوع كبير جدا ومهم وملح جدا لكل اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي في مقر النادي في مدينه نصر. لا طبعا، هو خدمه الاعضاء ده هدف اساسي ورئيسي بالنسبه لمجلس الاداره اللي هو تم انتخابه بصوره شرعيه. واعتقد انه مشروع الجراج مشروع تاخر كثير جدا، يعني انه فكره طرحت قبل كده من اكثر من مجلس من ايام الكابتن حسن حمدي، وتنفيذها انت عارف الاجراءات بقت صعبه، والحصول على موافقات يمكن كانت الاتجاه انه يبقى طوابق متعدده، لكن حتى الان الامور لم ياخذ فيها الموافقات الرسميه. واعتقد برضه ما زال مجلس اداره الاهلي حاطط في اعتباره انه ينفذ المشروع اللي هو عايز يعمله، انه يبقى تحت الارض بصوره صعب استيعابيه اكثر من 1000 سياره لام، لكن هو لجا لتنفيذ المشروع بصوره سريعه مسطح انه لانقاذ الوضع اصبح صعب جدا في مدينه نصر. اقبال كبير على عضويه النادي الاهلي، كمان انت لسه كمان عندك افتتاح الفرع الرابع ان شاء الله هيبقى حدث جلل وحدث مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. فاعتقد انه البرنامج اللي طرحه مجلس الكابتن محمود الخطيب نفذ منه اجزاء كبيره جدا، اكيد هيبقى فيها بلان وخطه الحاجات اللي تم تنفيذها من صالح الاعضاء. ده عشان يقال انه مش التركيز على الكوره، هو النادي الاهلي بالفعل يا جماعه هو نادي كره قدم، لكن الجانب الاجتماعي جانب مهم، لانه اعضاء الاهلي هم مشجعوه
مش ناس جايين من بره، لا، الاعضاء اللي في الاهلي هم شجعوا حتى لو كان في انتماءات اخرى، لكن الغالبيه لاعضاء النادي الاهلي. خطوه مهمه جدا هتشوف اثرها وتاثيرها على المنطقه المحيطه اللي اصبحت منطقه تجاريه بالدرجه الاولى. فاعتقد انه مشروع يعني تاخر كثير، لكن يشكر عليه مجلس الاداره على الجهد الكبير، الاداره الهندسيه، على الشركه الوطنيه اللي نفذت المشروع. ان شاء الله تكون دي بدايه حاجات كتير جدا للنادي الاهلي مستقبلا ان شاء الله. وجود طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب، وجود دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وجود محافظ القاهره، اعتقد شيء مهم جدا هم يكونوا متواجدين الحقيقه، وشيء محترم جدا. طبعا يعني هذا التواجد ياتي في اطار يعني تقدير الحدث نفسه، ان طبعا زي ما قال الزملاء هو طبعا مشروع تاخر كثيرا، لكنه جاء في الوقت المناسب. ويعني عايز اقول يعني اللي بيروح مدينه نصر كتير بيكتشف ان ده هذا التطوير او هذا الجراج ياتي في اطار تطوير المنطقه كلها، في كباري، في ربط بالعاصمه الاداريه الجديده، في طريق السويس. يعني هو النادي الاهلي في بؤره محوريه جدا، فمهم جدا مش بس عشان خدمه الاعضاء، ان يكون بيساعد الدوله كمان في سيولة المرور في هذه المنطقة. صح. فطبعا أنا شايف أنه جاء في الوقت المناسب جدا جدا، وهذا تقدير وجود المحافظ ووزير الشباب والرياضة تقديرا لهذا قيمة هذا الحدث. وأنا عايز أقول كمان أن دي خطوة عقبة، يعني بصفتي متردد كثيرا على نادي مقر الشيخ زايد، في خطوة مماثلة قريبة جدا في الشيخ زايد برضو، جراج جديد بيتم التحضير له، ويفتتح قريبا ربما يعني خلال شهور، يعني ده خدمة أعضاء برضو المنطقة. فطبعا أعضاء النادي الأهلي يستحقوا هذا الاهتمام من مجلس الإدارة، مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب يعني دايما بيدور على خدمة الأعضاء بقدر بحثه عن البطولات اللي بتسعى جماهيره، ودي معادلة مش سهلة، لأن بتحتاج إمكانيات مادية كبيرة وتخطيط ورؤية بعيدة. فطبعا أنا بحيي مجلس الإدارة على هذه الخطوة إلى حد كبير. أستاذ عصام، الأستاذ سامي خدنا لموضوع مهم جدا، هو الدور المجتمعي للنادي الأهلي حتى طبعًا. في وجود أن أنت تعمل أو إنشاء جراج في وضع، لأن الوضع كان هناك الركنة والعربيات والشوارع اللي حوالين مقر النادي الأهلي في مدينة نصر كانت الأمور صعبة شوية، أعتقد دور مهم جدا للنادي الأهلي في هذا الأمر. مؤكد، هو الدور من أول أنك أنت تلعب دور تنموي في مساحة، يمكن يعني الأستاذ سامي وكل الإخوة قالوها أنه النادي الأهلي حين ذهب إلى هذه المنطقة كانت يعني منطقة بعيدة عن العمران قوي، يعني كان في ربما منشأتين ثلاثة، لم يكن هناك كم من العمران، أبراج وشركات مقاولات وكذا. شوف قد إيه تم استثمارات في المنطقة، شوف قد إيه تم تعمير المنطقة. إذن تم الاختيار بعناية، لأنه برضو لجمهور مصر وجمهور النادي الأهلي من قناة الأهلي، الخرائط في المحروسة العظيمة دي زي كل بلدان العالم بتبقى شاملة في المحافظات دي، هتبقى إيه بعد فترة وامتدادات المدن وكذا. فالأهلي حين اختار منطقة للتنمية، مجلس بعد مجلس ليأتي دور يعني مجلس كابتن محمود الخطيب وبرنامجه عائلة الأهلي، الجزء المجتمعي كمان، الألف سيارة اللي هيلاقوا مكان مبدئيا زي ما أخويا محمود على رأي زميلنا العزيز وأخونا طارق يعني لما بيقولها دايما، لا، الألف سيارة في المسطح ده هيتبعهم ربما مساحات أخرى من الاتساع، لأنه كده أنت تحمي هذه المنطقة من ازدحام مروري، وده دور برضو مجتمعي رائع لا يثقل النادي الأهلي على سكان المنطقة ذهابا وعودة، ولا على أعضاء يضيعوا وقتهم كتير. الناس لازم تاخد بالها أنه المقاييس حين توقع عقد، يعني هو عقد حب قبل ما يكون وثقة مع مجلس اخترته بعناية، وعشان كده دائم الوجود في النادي الأهلي هو وجود قائمة متناسقة، قائمة لكل ملفه وبالتالي لكل انقطاعه مع أعضاء النادي الأهلي. في مشهد أذهلنا في الانتخابات اللي فاتت أنه الأعضاء كانوا داخلين في طابور الانتخاب كعادة النادي الأهلي، وكل الجمهور يقف في نصف الشارع بحوالين النادي كله دون أن يشعر الأمن بهذا الازدحام، مع أن الناس واقفة مترجلة، ليؤكدوا لهم أننا شركاء في الاختيار ويطلبوا منهم اختيار
قائمة عائلة الأهلي، حتى ما قالوش قائمة الخطيب وبس، لا قالوا لهم قائمة عائلة الأهلي. العمل الحقيقة في القائمة وكلنا موجودين وفي البرنامج يسير، وكأنه يعني عارف ايه شيء في معمل ذري، يعني كل حاجة بدقة. ربما حين ينتهي زمن المجلس الحالي هتلاقي فعلا حتى التوقيتات في شهر كذا من العام كذا يتم إنشاء جراج، افتتاح مبنى الفرع الرابع طبعا مخطط له. ده شيء الحقيقة بيقول أن النادي الأهلي دايما حريص على دوره المجتمعي قبل أي شيء. تمام. طيب طبعا بكرة إن شاء الله الساعة 5 هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة، هننقل لحضراتكم إن شاء الله افتتاح جراج النادي الأهلي في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر، وإن شاء الله كل الأمنيات الطيبة إن شاء الله إن الجراج ده يبقى عامل نقلة كبيرة ونقلة حضارية زي ما أساتذتنا الحقيقة قالوا من شوية، إن شاء الله تبقى النقلة دي واضحة جدا على كل الشوارع المحيطة به. على فكرة كابتن إسلام، الألف سيارة قد يكون الرقم الحقيقة بيتقال كده، أعتقد إنها طاقة استيعابية قد تكون الأكبر في جراجات ربما وسط العاصمة بالمناسبة. طبعا أنا بقول على المرحلة دي، لا أعتقد أن هناك جراج يحمل نفس الأماكن بالرقم ده، 1000 سيارة. تمام. طيب أستاذ جمال، خلينا ننتقل لموضوع آخر. النهاردة كان في اجتماع لمجلس إدارة اتحاد كرة القدم أو لجنة ثلاثية لتدريب اتحاد كرة القدم مع ممثلين الأندية للنظر فيما سيحدث في الموسم القادم. يعني شفت الاجتماع إزاي وشفت أو وجهة نظرك فيما حدث في هذا الاجتماع؟ والنهاردة كان في اجتماع الأول لتدارس الأفكار، وبعديه مباشرة يمكن بساعة أو أكتر شوية يعني تم الإعلان عن إجراء قرعة الدوري بنفس النظام اللي هو نظام المجموعة الواحدة 18 نادي. دي هتجرى إن شاء الله يوم الثلاث صباحا، وبالتالي هو الاجتماع بس هي الفكرة ضيق الوقت في الموسم الجديد فعلا. يعني دي عملية بتقلقني أنا شخصيا إذا كان الموسم الحالي مضغوط بهذا الشكل والموسم اللي قبله مضغوط بهذا الشكل، ما كانش فيه بطولات كبرى. مظبوط. يعني انت عندك السنة اللي جاية دي اللي كأس هتبتدي العرب. كأس العرب، كأس الأمم الأفريقية، كأس العالم بإذن الله لو تأهلنا، طبعا تصفيات كأس العالم، ثم نهائيات كأس العالم، ثم دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للارتباطات العادية للأندية. مظبوط. فالوقت هيبقى بيداهمنا جدا على رأي البرامج، يعني الوقت هيداهم جدا، فده هيبقى يلقي عبء كبير جدا. أنا طالبت بأنه يبقى فيه اجتماع يعني هذا الأسبوع تحديدا، وقلت أنه يبقى فيه اجتماع مع الأندية بس لتدارس، مش لأنك تعمل دوري مجموعتين ولا مجموعة واحدة، لا، أن أنت إمكانية أن أنت تعمل دوري ما نمرش فيه زي ما نفس الظروف السنة دي شفنا نفس الظروف ونفس المشاكل. يعني ماشي، انت هتعمل النهاردة قرعة الدوري، بعدها بكام يوم هتعلن الجدول، هتعلن ايه بقى؟ لازم الاول نشوف هنتعامل ازاي مع كأس العرب. هل سنشارك في كأس العرب بنفس لعيبة الأندية اللي هم الكبار؟ لا بس ده بغض النظر برضه يا أستاذ جمال، حتى لو ما شاركش ما هو في الآخر ما هيشارك منين؟ من لاعبين في الأندية، لاعبين برضه في الأندية. ما أنا عايز أقول إنه التصور الفني، يعني يا ريت يكون حد زي فينجادا اللي هو المدير الفني اللي أنت تعاقدت معاه، يبقى هو له يعني رؤية في هذا الأمر. لأن أنت هيبقى عندك زحام شديد جدا، فده أنا أخشى منه على الأندية إنها تكرر أو تعيد التجربة المزدحمة الصعبة اللي عشناها. عشان ما نجيش بعد كده نشتكي. طب إيه الحل؟ الحل أنا وجهة نظري برضو، قبل ما يعني تاخد قرارات بإنك تعمل الدوري بهذا الشكل لازم تكون ناقشت ده كويس. تمام. مع المدير الفني بتاعك، ما هو المدير الفني ده تمام. المفروض هو اللي بيحط لك خريطة الشغل الفترة القادمة. طبعا. تمام. فطبعا ده مهم يعني. طيب استاذ محمود، برضو في اطار هذا الكلام، التوقيتات واضحه جدا للارتباطات خلال الفتره اللي جايه، بمعنى ان انا معروف ان انا يوم
كام 12 هلعب كاس العرب بتسكنها الناس التانية مسكنة حاجتها. لا انا اقصد ان الارتباطات الدولية انا بتكلم على البطولات الدولية مسكنة يعني خلاص متسكنة كاس العرب كاس امم افريقيا في الكاميرون عندك كاس العالم للانديه يمكن انت قلت خبر دلوقتي تصفيات اخطر هي تصفيات كاس العالم الاخطر وكمان خلي بال حضرتك احتمال كبير جدا بنسبه اكتر من 90 95% انه كاس العالم زي ما انت قلت كده انا هروح ايه ابو ظبي يا قطر ابو ظبي يا قطر يوم يعني. في شهر فبراير في شهر فبراير بالظبط فانا هسال حضرتك سؤال هو ايه الهدف من الاجتماع يا كابتن اسلام ان احنا نوصل اسمع انا بسمع الناس اللي قاعده دي بس انا عندي فكره يا جماعه لازم اطرحها ولازم ننفذها ايوه هل طرح اتحاد الكره فكره من الكلام اللي اتقال ده ما في طرحش اتحاد الكره فكره حضرتك بتقول يعني في انا ده انا بسال كان المفروض يتوجه من يطرح فكره انه هو عنده موسم الكره في مصر ليه النهارده دوريين متلاحمين بصوره موسمين متلاحمين بصوره صعبه جدا ايوه كان عندك فكره وكان في اتجاه تم تسريبه بصوره اخرى نحو اتجاه الغاء بطوله كاس مصر ما توقع الغاء السوبر المصري منح اللاعبين راحه والاستعداد للموسم الجديد وانطلق بدل ما اخليه مثلا في اكتوبر هخليه مثلا يا عم في نص سبتمبر او في 20 سبتمبر يبقى انا عندي ايه عندي فرصه طيب عندي شكل المسابقه انا عاوز اكسر المرحله واخرج منها فبفكر المفروض كان تفكيري ان اعمل مثلا دوري من دور واحد دوري من دور واحد واختار الاربعه الاوائل يلعبوا وداع ووفر نفس اسابيع ممكن يكون انا اقصد ان ممكن يكون اتحاد كره القدم عرضوا الانديه رفضت الكلام ده لو كانت قال كان طلع حتى كنا عرفنا كان كنا عرفنا انا بس يعني انا واخد بقى انا معاك طبعا كان الكلام كان الكلام انت اذا لم تمتلك ورقه عمل قدمتها جيت وزعتها على الناس يا جماعه والله انا عندي افكار للموضوع عشان انقذ الموسم وحافظ وعندي طموح اللي هو الاكبر ايه طموحك الاكبر احنا بنلعب مسابقات المحليه دي كلها هدف ايه يا كابتن سامي منتخب مصر منتخب هو منتخب مصر كاس العالم 2022 ده الهدف بالنسبه لك مهم جدا وعندك امنك تروح وانت شايف دلوقتي الوضع مع المحترفين بيحصل ايه في دلوقتي في الدوريات دوري انجلترا مش هيديك لعيبه النهارده يقول لك اوافق على كذا بكره مش هيقول لو انت كده المفروض كجهاز فني بعد الموقف بتاع محمد صلاح والنيني خلاص تاخد اتجاهك انك انت ايه هتلعب باقي تصفيات تحت اي ظرف يبقى ترتب نفسك انه خلاص المجموعه دي اللي عندي خلاص هلعب بيها وخلاص جه صلاح جت الظروف سمحت يعني وسلم لكن احنا ما سمعناش كتب ولا صوت ولا كلام اتقال يا كابتن اسلام انه اتعمل يعني اتعمل ايه يا محمود ما بين الاجتماع اللي اتعمل مع الانديه واعلان القرعه مفيش ساعه مفيش ساعتين. مفيش ساعه لا يعني ما لحقناش ننزل الخبر مفيش حتى انت ايه معكوسة. مفيش المفروض اللي عايزه محمود الاجتماع التاني كان يبقى الاول اللي هيطلع انت كان تطرح يا كابتن اسلام يعني ما سمعناش طلع المهندس احمد مجاهد ويعني مثلا على الاقل حد من الناس اللي احنا كلمناه هيقول لنا والله ده طرح علينا واحد ورفضناه واثنين ورفضناه وثلاثة ورفضناه وتمسكنا بالشكل طب يا عم انتوا اتمسكتوا بهم ليه؟ لا احنا مصرين احنا عاوزين نلعب الكاس وهنكمل وكاس السوبر وكاس اللي مش عارف مين طب يا جماعه احنا تعبانين من المستوى زي ما انت شايف طب ادونا فرصه عشان نحسن الفار ونجيب اجهزه ونجيب ناس ونعمل مستوى افضل من اللي حصل في الموسم مفيش يعني عاوز اقول لك ايه هناك في رؤيه عدم يعني رؤيه غير واضحه وكنت اتمنى على المستوى الشخصي انا كمتابع وناقد انه يبقى في فعلا ورقه تتقال من اتحاد الكره في الاجتماع ويلزم بها الانديه موسم استثنائي واكيد اتحاد الكره قعد مع المدير الفني للمنتخب الوطني وقال له بالنص لازم نلغي تصفيات كاس العالم يبقى 1 2 3 4 هنعمل كذا يبقى هنعمل ده كده انت ايه مساله اقامتها كده بالصوره وتواصل العمل دون راحه اعتقد هتدفع الخوف انه يدفع ثمنها الخوف ندفع ثمنها منتخب مصر العنوان اللي هم عاملينه اللي هو اتحاد الكوره عامل عنوان على الموقع بتاعه او على المركز الاعلامي بتاعه اتحاد الكره يستمع لاقتراحات الانديه ايوه قبل الاعلان عن قرارات الموسم الجديد بس حلو ايه هي الاقتراحات مفيش هو استمع وخلاص من الناحيه الثانيه ما انت معكش ورقه عمل بعدها بقول لك ما انت معكش ورقه عمل يا كابتن بالظبط مفيش حاجه او انت حتى ما ناقشتش افكار الناس دول ايه ثم اعلنت مباشره ما حدش يتقدم يا جماعه بافكار مع احترامي يعني اللي حصل كله في مين اللي يقدم رئيس اتحاد الكره ولا الناس المجتمع لا دول ولا هو دول هو يعني الصوره الانديه بس قالت رايها في وجوب استمرار الكاس لانها بطوله الناس بدأتها عندهم رعاه وعندهم التزامات اتحاد الكره تلقى زي ما قلت العنوان سماعي بس لدرجه ان بعض اللقطات بتيجي والناس بتكتب حاجات وتديها لبعض على المنصه يعني يستمع بس كله سمع بعضه وبعدين قال لك طب هنشوف شكرا مع السلامه
شفنا الصوره الواضحه كده. احنا شفنا كدا. كمان ده مش طب مش هنشوف ده احنا شفنا احنا شفنا بعدها بساعه. ايوه انا بقول يعني اللي اتقال للزملاء وهم نازلين اعضاء مجلس الاداره ثم للزملاء ايضا الصحفيين اللي تحت كل حد خد من مندوب نادي كلمتين ارسلهم الى مقره الاعلامي او الصحافي تمام. بعد شويه راح نازل الجدول بقى اللي محمود وحضرتك قلتوه 1 2 3 4. طب 1 2 3 4 ده هل هو قابل للنقاش ويلتقوا يوم الثلاث تاني؟ لا 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 ولا سبق السيف؟ لا قابل ليه؟ على فكرة قابل ليه؟ قرعة يوم الثلاث على فكرة مالهاش علاقة بالحوار ده كله. أنا شايف إن هو ده إعلان القرعة يوم الثلاث. أنا قرعة الدوري. لما اللجنة برئاسة أحمد مجاهد بترمي الكرة في ملعب الأندية لاستشفاف ماذا ممكن يحصل في الفترة الجاية. أنا هاخد كلامي من كلام محمود. يعني هما يعني ما عندهمش يعني قد يكون عندهم فكره معينه بس مش عايزين هم اللي يقولوها يخلي الانديه تقول. انا اتصور انه كاس مصر مش هيكمل. انا اتصور هذا يعني مين سيسمح بكده. ما في الاخر انا كنت هاخد من كلام الاستاذ محمود بيقول لك ايه اتحاد كره القدم يجب ان يلزم الانديه بهذا. هو في حد ممكن تلزم الانديه كاتحاد كره قدم وتقول لهم اعملوا كذا لأن وكذا؟ يعني كاس مصر محدد له يوم 13 سبتمبر. طيب يعني التحام مباشر مع منتخب مصر في مهمته مع الجابون وانجولا. يعني ما فيش فتره 13 سبتمبر واحد مباراه المباراه الاولى يوم 1/5/1/9 والمباراه الثانيه 5/9. يعني ما فيش فتره تديك اسبوع اجازه. ما فيش فتره يعني الانديه يعني تاخد فيها نفسها وتستشفي من الاصابات اللي عندها او اللعيبه ترتاح. فطبعا انا اتصور يعني مش هقول خبر وانما اقول نص خبر ان كاس مصر مش هيتلعب وده لصالح المنتخب من ناحيه ولصالح الانديه من ناحيه تانية. لانه طبعا كمان في نقطه مهمه كابتن اسلام في عدم عداله هنا. الاهلي اذا مفترض انه هيلعب يعني ربنا لو اتلعب كاس مصر هيلعب 4 مباريات يعني لعب ثلاثة غير النهائي غير النهائي 4 يعني لو عشان يوصل النهائي يبقى 4 بينما غيره بيلعب مباراة واحدة بس. فطبعا يعني المشكلة اللي احنا بنتكلم فيها في الدوري ان الاهلي في حاجة و50 يوم لعب 19 مباراة هتتكرر مرة أخرى. وهيبقى يعني مع ارتباط الاهلي بالسوبر الأفريقي وارتباط الاهلي بالسوبر المصري لم يتم الاعلان عن اي شيء فيما يخص السوبر المصري. لم يتم اعلان اي شيء بس في محدد السوبر الافريقي محدد مونديال الانديه محدد. فبالتالي يعني دي عدم عداله يعني في عدم عداله. ايوه فاتصور ان كاس مصر من الصالح الانديه كلها ومن صالح مسابقه الدوري الجايه انه ما يتلعبش. ازاي يا استاذ سامي؟ انا كنادي اهلي انا مثلا كاس يعني ولا بيتكلم على كاس مصر؟ كاس كاس مصر. لا برضو انا كنادي اهلي مثلا خسرت وعايز عايز اخد البطوله الثانيه غير كده وكده في استثمارات بيتم وضعها في الكاس من خلال الرعاه. طب ده لو الانديه عايزه الرعاه نفسهم باجي لك من الحته دي. انا بقول لك ان هو مين هيعوضه؟ هو مش قادر ياخد القرار وربما مستني الانديه تقول له ما فيش توجه لغايه دلوقتي حسب الكلام ده لإلغاء. انا بعرض التداخل الموجود. لا انا بقول لك الموجود الانديه هيحلوها ازاي مش عارف. الانديه شركاء استاذ سامي مع الرعاه. الرعاه نفسهم لهم حقوق مستنين يحصلوها مع استمرار مباريات الكاس يا جماعه. يعني مين بقى يعوضهم؟ ده انت مش هتبطل كره وتترك حقوقك كنادي. ده انت كمان ملزم بسداد حقوق الرعاه. وبالتالي يعني بسيطه ما تستبسطهاش. لابد من ادراك موسم بالاجنده على فكره. يعني بس الموسم ده هيبقى صعب قوي يا كابتن اسلام. اللي هيصعب الموسم يا كابتن ان الحكايه تبقى اللهوي كله حتى على الله. مش اللهوي. لا كله على الله. بس هي باين لا طب ما نقول راينا طبعا. لا اتفضل. طريق الحكايه كلها انه النموذج بيقول كل 4 ايام ماتش ممكن يحدث في كل العالم. لو ثبتت كل 4 ايام ماتش ما تقوليش بقى الموسم لازم يطلع يعني اخر يوم فيه يوم 13/6 الساعة 8:30. لا يا عم يطلع 13/7 13/8 اللي جاي تمام كما كل العالم. مش ما فيش حاجة اسمها. لكن انت عشان تسيبني كل الناس زي ما قال الأستاذ محمود عندها أجندة واللي ما عندوش جايب نوتة على الأقل وحاطط مواعيده وبرامجه. امال الناس دي جابت مواعيدها منين؟ الكاف جاب مواعيده منين؟ الاتحاد العربي جاب مواعيده منين؟
ده الكلمه اللي قالها الاستاذ محمود في الاول. وماذا لا يلزم ايضا الاتحاد المصري لكن بعداله؟ يعني ايه طبعا. يعني الوقت المتبقي ما بين اللقاءات الدوليه للانديه والمنتخبات يتم تنظيم كل بطولاتنا الكاس والدوري يتم تنظيمهم فيما تبقى من وقت نسميه جزء منه بداية الموسم وجزء منه نهاية الموسم. بس الموضوع مش محتاج بقى، لكن مش هيبقى فيه فرصة لتليفونات ليلية ولا مجاملات لا خارجية ولا داخلية الحقيقة يعني. وأيضا لا يمكن أن تجامل بالكرة المصرية، وأنا بقول لهم أهو أن بطولة كأس العرب هي بطولة حبية جدا، هي بطولة وقيمت، ويعني مصريين في الاتحاد العربي هم من سهلوا الحكاية علشان قطر، وهذا حق أصيل أن تنظم بطولة يتجمع فيها أقصى عدد من المنتخبات، عشان كده فيش تصفيات يا جماعة. شباب فيها محترفين بس. وبالتالي نعم. شباب فيها محترفين. طبعًا طبعًا طبعًا. أنا جاي 12 واحد. أنا جاي لحضرتك بقى، هي معمولة علشان تقيم تجربة كاملة على أرض الشقيقة قطر. على قبل كذا. اللي كلنا عايزينها تنجح عشان الفقاعة، عشان إجراءات احترازية. الناس عاملين شغل رائع الحقيقة. طيب أنت بقى رايح علشان تجامل. إذًا أنت تجامل زي كده لما بننقط بعض. انت معاك 100 يا عم، انا معايا 5، وبالتالي انا اروح باي تيم يا رب يكون تيم يعني ما يسمى بنفس الكلام. طب ما هو نفس الكلام، هو ممكن ياخد حاجه انا جاي لحضرتك ياخد التيم الاساسي ويقول لك استعداد ليوندي بالظبط كده، انا رايح من قطر على لا ما اصل مش هتفرق عارف لا ليه. ما هو اصل ممكن دي عشان تجامل ها وتقول انا رايح بمنتخبي. اتفضل. هو لو اختار ما هيختار منين؟ يختار منين؟ يختار من القوائم. اولا في قائمه انتظار، بص كل حاجة بالنظام تحصل، في قوائم انتظار في الأندية، في لاعبين أوفر الـ 25 يمكن لكل نادي إنه يقول لك عندي 5 لاعبين اختار منهم، تمام؟ عندي 6 لأنها فايدة ليه برضه. هل ممكن يقبل المدير الفني؟ ما يقبلش ليه المدير الفني؟ ما هو ما حدش بيقول له روح جيب لي كأس العرب وتعالى، في حد بيقول له اعمل حاجة بالعلم، اعمل حاجة بنظام. وبعدين ابويا الحاج برضه في نجادة يعني عايزينه ينشط شويه، نجيب له عسل وغذاء ملكات النحل ويصحصح معانا شويه. دي افكار جميله عشان يلاقي لنا افكار يا جماعه. بس دي افكار جميله، بس الواقع اللي بيقولوا ايه؟ الواقع ايه اللي هيحصل؟ ان انت هتشترك في كاس العرب بالفريق المنتخب الاول. المنتخب الاول لان المدير ما فيش عندك مدير فني هيقبل. لا طيب. وهي وجهه نظر استاذ محمود هيقبل. اللي هو قال قبل كاس العالم طيب. كاس افريقيا قبل كاس افريقيا مباشره. ممكن انا بقول لك اللي هيحصل. ما انا بقول لحضرتك احنا برضو بنقول على نفسنا ان احنا نحاول ان نشكل راي عام وجزء من ضمير الامه والكلام الكبير كل ده. طب اقول لحضرتك اذا خلينا نشوف الناس هتشارك ازاي، خلينا نشوف المنتخب السعودي هيروح بمين، خلينا نشوف كل المنتخبات اللي عندها. انا عايز اقول لك حاجه يا استاذ عصام برضو في النقطه دي. اصل النقطه دي بالنسبه لي ما هي واحده، هروح بمنتخب الاول كاملا اوكي، هروح بمنتخب تاني او سميه تالت او سميه زي ما انت عايز. ليه نسميه منتخب مصر من اللاعبين؟ افريقيا بتعمل فيها بطوله اسمها المحليين. مش قصه مش كده، ان في الاخر ان المجموعه اللي هتتاخد من كل نادي سواء كانت منتخب سميها زي ما تسميها. اذا صلحت النوايا الفنيه، النوايا الفنيه عشان برضو مش هلهلي، النوايا الفنيه يمكن لكل مدير فني بجلسه مع ابويا الحاج في نجاده انه يقدر يقتطع من ال 30 35 لاعب 5 لاعبين في اقل تقدير يمكن ان يكونوا نواه لمنتخب قد الدنيا. لكن مش مدرك حاجه لو دور حساب البدء ده احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش لسه القرعه بتاعه دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه يعني ظروفها ايه، لانه هتبدا في اكتوبر. ده انت عندك اكتوبر ده عندك نوفمبر ديسمبر. لا ده انا بكلمك بقول لك ايه، بقول لك ان هو يعني المشاوير بتاعتها انت نفسك هتبقى دلوقتي اللعب في افريقيا. ما احنا دلوقتي بينا تبع مين في افريقيا؟ بينا تبع اوروبا. تمام. كانت بطولتنا الاول والله زي الفل. تمام. وكانت بتنطلق معانا وتنتهي معانا. انت غيرت عشان ترضي مين؟ اوروبا. انت الاول غيرت في كاس الامم، رحت حبيت تعملها في الصيف في شهر 6، الناس ماتت قالت لك لا انت هتموتنا. يعني ده كلام غلط. في الاخر طلعوا عاقلين ورجعوا المكتب التنفيذي قال لك خلاص نرجعها في يناير والشتاء والصيف. تمام. جيت بطوله افريقيا حبيت تعملها زي ما بتنتهي بطوله دوري ابطال اوروبا، تنتهي في مايو. تمام. فانت هنا عمل عليك كمان ايه؟ لود زياده، بدليل انه مثلا النادي الاهلي ما تعودش انه هو ياخد بطولتين افريقيا ونصف شغال. يعني ايه المسابقه المحليه شغاله؟ يعني انت خدت 11 27، ده انت بتاخد بطوله افريقيا ولسه الموسم عندك بادئ. كانوا بيبقى دايما الفاينل 11 نوفمبر 13 نوفمبر، حاجه زي كده، والموسم عندك لسه بادئ. فانت عندك ايه؟ تغير في الشكل. انت هنا الهدف ايه؟ الكلام العاقل والمنطقي
كنت اتوقع من خلال اللي انا شايفه انه كان يتم كسر الموسم ده. يعني لازم تكسر الموسم انك انت ايه تدي راحه للناس دي عشان هدفك الاساسي رقم واحد. ما ينفعش مرشح كاس عالم يا جماعه، يعني انا ما ينفعش مرشح كاس عالم فقط. نلعب بالمتاح، فانت عايزين كمان تخلوا وقت طويل اجازه. طب هتلاقوا وقت منين بقى؟ ما انا بفضل اهو واعمل شكل المسابقه. السنة لازم تبقى معمل شكل المسابقه نخليها 13 ينفع؟ مش هينفع يعني. معمل شكل المسابقه يا ريس، وقول للانديه افرض عليهم يا جماعه عندنا 1 2 3 4. ايوه هي كلمه افرض، لا اكون قرار يعني. ما انا بقول لك افرض قرار حضرتك عشان عندنا ظروف، عشان نوقف 6 7 8 اسابيع عشان المنتخب. ايوه لو زي ما حضرتك بتقولي كده الاتحاد الافريقي، حضرتك بتقولي الاتحاد الافريقي بيفرد. الاتحاد الافريقي قال لك الميعاد يوم 12 مثلا، اي حاجه في المواعيد اللي بيعملها الاتحاد الافريقي بيقول لك ايه الميعاد 12 13 14 واختار يوم منهم. طيب خلاص انا قلت حضرتك يفرض برضو الاتحاد المصري ملزم. يفرض نظام، وانا قلت غير كده. مش بقول احنا بنعطيه لو هو عنده نظام في دماغه وعايز يعمل يعني خلاص. ايوه لو هو يا خلاص يعني واحد ب 7000 وواحد ب 5 وواحد ب 4 احترامي بس يعني، ومش قادرين يلاقوا افكار مش معقول يعني. انا بقول يا استاذ عصام اتحاد الكره ما عندوش الفكره اللي انت عايز تقولها. الاول يبقى عندك فكره، بعد كده اعرضها وتمسك يعني. احنا من اجل انت ما عندكش مشروع، من اجل تجمعنا هذا نبحث لمشروع لاتحاد الكره، ولا بنعطي بعض الاراء نفتح لهم زاويه؟ هنعمل شغل فنجاده ولا ايه؟ ما انا بقول لحضرتك اهو جايبين فنجاده بفلوس. لا هو ده الحل، ده دورنا برضه. الحل ان هم يضعوا نظام لا يمكن اختراقه. انا قلت بس كده. فين ده؟ نتمنى ان يحصل حد فيه، نتمنى ان يحصل. وبناء عليه الدوري هيمشي زي ما احنا تعودنا عشان ما نتفاجئش. بقالنا كتير قوي ما سمعناش الكلمه الحلوه دي، ان الدوري يمشي زي ما احنا اتعودنا. هيمشي زي ما احنا اتعودنا والله. كنا نلعب ماتش، الماتش اللي بعده مش عارفين هنلعبه في اسكندريه ولا لا. ما هو انا بقول كده هيعلن زي استاذ عصام، هيعلن بالقطاعي زي ما احنا ماشيين. بس بالقطاعي ليه؟ ما مش هتاخد دوري الجمله يا استاذ جمال. ما هي دي النقطه اللي انا مش فاهمها. ما احنا كلنا متضايقين. كاس العرب من كذا لكذا، كاس امم افريقيا من كذا لكذا. خلاص اعمل بقى جدول، بقى جدول رئيس وجدول طوارئ. الله ينور عليك. انت اتفضلوا يا عم. انا اقصد ان دي واضحه يا استاذ. لو عملنا جدول طوارئ برضه كده يعني هيعمل كده. خلاص بما انكم كلكم بتقولوا الكلام ده يبقى كلام مظبوط. خلينا نطلع. ما هو ده اللي انا قلته. يعني هنحط نظام بين الايام دي، بمعنى ان نختار كل الايام اللي فاضله من البطولات التي تفرض وتفرض فيها مسابقتنا. صح كده. قبل ما الكابتن اسلام يطلع هقول اتفضل ان لو عملنا جدول اساسي واحتياطي واحتياطي اثنين يبقى احنا زي كل سنه. بس خلاص كده. بس لانك هتعمل 10 مواعيد، ما انت ما عندكش جدول تقدر تبني عليه يا كابتن. لا عندنا جدول. هو هيحطه وبرده في لا ويقول لك مثلا يا كابتن سامي ممكن يجي يطرح معلش اخرك دي، ولا يا جماعه خد بطوله المسابقه بطوله كاس مصر السنه الجايه بدون الدوريين يا جماعه. من دلوقتي تقصد؟ من دلوقتي انت عارف انت مثلا واللي هيتاهل للكونفدراليه يا جماعه هيبقى حاصل مش بقى قبل الماتش بساعه، واللي هيتاهل يا جماعه الكونفدراليه ده اللي موجود بقى هيكون شرطه 1 2 بقى خلاص بقى. وعندي لائحه مسابقات يا جماعه هي معتمده اهي، خدوها ولو اتغير فيها حرف تعالوا حاسبوني. وعندي لجنه يعني عاوز اقول لك ايه الكلام ده لازم يتعمل لو انت عاوز مسابقه عادله وعاوز تريح نفسك من مشاكل ومحدش يطلع يتهمك على الهوا. اطلع ورقك كله وارميه قدام الناس وتفضلوا دي قراراتي. صح. ولو حصل تغيير يبقى انا راجل هنا مش مسؤول. طب وبالونات الاختبار بس يكون عندنا اتحاد كوره. الراجل بتاع الراجل بتاع ما تقدرش. ما تقدرش. اهم حاجه يكون عندنا اتحاد كوره. ما تقدرش. اتحاد كوره منتخب. مظبوط. اتحاد كوره منتخب. طبعا دي طيب. نقطه مهمه جدا طبعا. يعني احنا عمالين نروح في الجان ونيجي في الجان. هينتخب ما تقلقش. طب ما احنا نسينا ان في اتحاد هينتخب خلاص. ده قصه ثانيه. طيب هنكمل هذا الموضوع، لكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل كلامنا في هذه النقطه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال لو كان عندنا رابطه الانديه المحترفين كان هيبقى الموضوع اسهل شويه. طبعا اصل ده جزء اساسي من. انا سمعت النهارده الكابتن احمد مجاهد وهو بيتكلم عن يا جماعه احنا بندعو ل ما هو بندعو وبعدين يعني هل الانديه مش عايزه ولا ايه؟ ما فيش حاجه اسمها ندعو برضو. انا مع احترامي يعني ان في قرار انه يبقى فيه اللائحه ده قرار يتاخد قرار. انما اللي انا قريته برضو او عرفته انه بيقول ندعو الانديه احنا بندعوكم لتشكيل رابطه الانديه المحترفه. ايوه لاداره انا بشوف ان هو غير اللائحه
يعني برضو؟ ايه هم مش عايزين لائحه، عايزين رابطه. يعني ايه ما هو ازاي؟ طب اسالهم بقى انت ازاي. هو قال لك مش عايزين لائحه يعني؟ مش قالوا لي، ما اصلا احنا عايزين لائحه. قصدك ان هو مش لاقيين اللائحه اصلا؟ استاذ جمال واحد من بنودها رابطه انديه محترف، وبالتالي جهاز مسابقات محترف، وبالتالي لجنه حكام محترفه، وبالتالي ان يدير البورد، ان يدير البورد. لا خالص، لا لجنه انديه تشكيل الرابطه موجود في اللائحه. تشكيل الرابطه اه، لكن اللائحه اللي بتقام مدى الفيفا. انت قصدك لائحه الرابطه نفسها؟ لائحه، لائحه للاتحاد اصلا، لائحه، لائحه. انت قصدك اللائحه اللي اتعملت وما ظهرتش؟ ايوه، تتضمن تشكيل منقول نقلا رسميا عن كل الاتحادات حول العالم، مش لائحه البند الاول في اجتماع في قاعه كذا 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 على ان كذا كذا، موافقون موافقون، طب البند ده نغيره في الاستراحه. لا، في لائحه. طيب احنا سالنا كم مره عن اللائحه؟ كتير. ما احنا يعني كل الزميل الزميل اسامه السويسي المفروض كان يدينا نسخه مترجمه، بس احنا ما جيناش الاسبوع اللي بعده. لا هو بعتها لي البروجرام. طيب بعتها لي فيما يخص الفار كله، الفار وكله. ليه؟ لانه لن يجوز ان تكون هذه الرابطه يا جماعه الا مسوقين محترفين. يجيبوا النسخ كلها. الدليل البسيط جدا ان مباراه السوبر المصري بين الاهلي والمصري حين وقع عقدها في مصر كانت الذي الهيئه التي توقع هي رابطه الانديه المحترفه بدوله الامارات، لا الاتحاد الاماراتي ولا اي حد من الاتحاد الاماراتي. بس انا سؤال صغير، اتفضل. يعني الموضوع صعب قوي كده؟ ما احنا عندنا اساتذه في اللوائح الدوليه. مش طبعا. ايه ازاي يا جماعه؟ يعني واحد زي المهندس انا بريده، حد زي احمد مجاهد، دول مش قادرين، لسه محتاجين نجيب لهم ونترجم لهم. بالنسبه للمهندس انا بريده ما موجوده يعني. هو عمل دعوه قبل كده المهندس انا بريده في الانديه المحترفه، يعني الكلام ده من سنه ونص يعني، ما شفناش حاجه يعني برضو. يعني احنا ايوه، لا ما انا عايز دعوه. هل هي يعني لملء فراغ معين؟ 15 سنه استاذ محمود، بس انا عايز بقى لنا 12 سنه المهندس هاني بيجيب لمصر حاجه اسمها تاجيل دوري المحترفين. طيب والله هنتكلم. اتفضل. من سنه 2008 والله تاجيل دوري المحترفين. ده عايز عشر حلقات تانيين. انا بقول لك اتكلم في ده، عايز 10 حلقات تانيين. قبل انتخابات اتحاد الكوره اللي نجح فيها المهندس انا بريده، احنا استضفنا المهندس انا بريده في ندوه، وانا قلت للاستاذ عصام في اخبار اليوم اتكلمنا في هذا الموضوع وسالناه سؤال مباشر. احنا ليه ما عندناش دوري محترفين؟ كانت الاجابه ايه تفتكر؟ لا عندنا دوري محترفين. طب ازاي؟ ايه مساعدتك؟ ما هو انا بقول لك اجابته، انا يعني انا بقولها على الهوا. قناه الاهلي مش سيد الفاضل. عايزين فصل الخطاب. دوري محترفين معناه ان كل سدنه كره القدم وهم اصدقائنا وكل حاجه شركات. لن تكون لهم اي سطوه على كره القدم، اللهم الا المنتخبات وابوك الحاج فنجانه ودمته. وبالتالي تاتي رابطه المحترفين اللي هي مش الحاج محمود الشامي ولا انا ولا اي حد، انا بس محمود شمع عشان صديقنا الحقيقه، لكنه راجل على فكره على الاقل مؤمن باللي انا بقوله ده. هيجي ناس مسوقين ممكن احنا ما نعرفش اساميهم، ممكن تلاقي فيهم شباب كده اللي هم ما شاء الله كرييتيف دول، لانك لما تيجي تقول له اشتغل ب 10,000 يقول لك لا انا مرتبه 40,000، لان هو اللي هيسوق وهو اللي هيبيع وهو اللي يعمل كل حاجه بحصص الانديه. الانديه اعتقد بتبقى مراقب داخل هذه الرابطه، وبالتالي لجنه المسابقات مش عم سيد برضه. بيجي ناس محترفه بتضع النسق اللي علشان الرعاة وشكل المسابقة وعلشان شكل الاستاد وعلشان لما يقدموا لهم اللي هيشتروا البث بيقدموا عرض مالي زي كده. إيه المزايدات فزورة على فكرة. انا اقول لحضرتك بس موجودة في كل العالم يعني. لا 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 بس قبله استاذ سامي موضوع. حتى الفار بس عشان ما انتهوش مني اخر حاجة، بيقدموا عرض مالي ان انا هنقل لكم الدوري ب 100 مليون ومعاه مصروف فني. المصروف الفني بيشمل الكاميرا الوايرز دي اللي بتمشي في نص الملعب، وكاميرات 16 اماكنهم 1 2 3 4، كاميرات لرقابه كل ما يخص المباراه، ثم بتاعه اللي هي منسقي الامنين. على فكره هم عاملين منسقين اعلاميين يجي 30 واحد، لكن بيعملوا ايه؟ ولا حاجه. منسقين اعلاميين، منسقين امنيين، كل دي فرص عمل لشباب. هو ده اللي بيخلي ده الشكل الاحترافي صعب علينا. سطوه الناس دي هتفك من على الكوره برضه. نفس المشكله يا استاذ محمود، ما هو احنا في الاخر هل هنعمل رابطه للانديه المحترفه ولا مش هنعمل؟ قد تكون هي البدايه للكلام اللي الاستاذ عصام بيقوله، ان هي قد تكون بدايه لشيء جيد خلال الفتره اللي جايه. خطوه. خلي بالك انت بقول لكم على حاجه لما تعمل اخر كلمه معلش،
بقى في بلد فيها مصطفى مراد فهمي وتبحث بين السطور عن حد يجي يقول لها كتاب الاحتراف بيقول ايه؟ هذا وبالله التوفيق. طبعا ايوه طبعا انت عارف كده شكرا يا استاذ عصام. احنا هنسمي لك القوائم بلد فيها كذا ما عملناش كذا ما معروفه لحد وانت اختصرت الموضوع في جمله. احنا في الموضوع انا عاوز افكر الناس بس الناس اللي متابعه ده من بعد 2005 النادي الاهلي اخذ على عاتقه المساله دي الكابتن حسن حمدي كابتن حسن حمدي جاب يعني بص والمهندس خالد مرتجي ايوه وناس ده جت من بره مره من اسبانيا مره ناس جت من انجلترا مره ناس جت من ايطاليا للاستماع ورؤيه يعني افكار الناس وناخد منها. طبعا الاخوه والاشقاء في السعوديه وفي الامارات ناس دي سبقتنا بمرحله لانه الهدف هو التطوير والبحث عن الافضل. انت في مشكله هنا انه اللائحه المفروض كان منتظر فيها زي ما بتكلم استاذ عصام لائحه نظام الاساسي في اتحاد الكوره جزء من تنظيم تشكيل رابطه الانديه المحترفين خلاص وبالشكل المائر مين اللي هيختار يا عم المجلس اللي هيدير الكوره في مصر هيختاروا الانديه ال 18 هم دول الجمعيه العموميه وشكرا يا عم الرئيس. هنا بقى دور اتحاد الكوره ايه الكل بيهرب من اللقطه اللي بيقول عليها الاستاذ عصام انا فين في الحدوته يا عم انت بقالك ايه لو التشكيل انت عاوزه في دماغك بس بخبر عليك نفسك اثنين اعضاء مجلس بس خلي بالك يا استاذ محمود ما هو ده حصل في النادي الاهلي وده والاتجاه اللي كان واخده النادي الاهلي هو انشاء شركه لكره القدم لكره القدم لاحتراف كره القدم انت عارف خدنا فتره في ايه يا كابتن اسلام خدنا فتره صراع في تقسيم النسب يعني لما اجي لما بيع المسابقه اتحاد الكوره يعني نسب الانديه بشكلها ازاي حتى دي ليها وكده بص بص عايز اقول لك ايه اللي اكثر تتويجا التتويج النسبه بتروح يعني ايه طب ما يا عم النظام موجود يا جماعه ما هو بره ما انت تجيب ورقه بتقراه وتقعد تشرح مع الناس تفهم الهدف ايه وما يتناسب مع الظروف انا بكلمك اهو عندك هدف ببيع ب 500 لا انا هقدر ابيع هجيب ناس هتبيع لي بمليار ها طب يا عم هتشفر لا مش هشفر لا لازم الشعب يا عم ما ينفعش معاه تشفير طب لا انا هنعمل شكل يعني عاوز اقول لك ايه انت ممكن تروح في حته ثانيه وتطلع معاك ناس تحت يعني ايه البطوله دي لما تعلى هتاخد معاك انديه القسم الثاني ما هو عندهم رابطه عندهم رابطه بالظبط النسخه هتديهم نفس الحدوته فاللي انا عاوز اقول لك ايه انه انت تنتظر حتى الان من سيدير اتحاد الكره في الانتخابات المقبله بناء على الشكل اللي جاي الراجل اللي جاي ده ومن اللي معاه هتفهم الكلام ده هيتحقق ولا لا انا بقول لك مش هيتحقق وهنقعد حابيسي برضو الادراج والاحلام قبل ما نوصل للمرحله دي فصل الخطاب فصل الخطاب لازم هروح لاستاذ سامي بس والله لازم الاول قرار بانشاء رابطه الدوري المحترفين النهارده انا قرار كابتن احمد مجاهد دعا كده يا باشا لا مش دعوه كلنا بندعي لا مش دعاء ولا دعاء ولا دعوه هي قرار لما يكون بقى انت بتتكلم في مصلحه الكره المصريه بجد قرار بعمل دوري او رابطه المحترفين لا دوري محترفين رابطه دوري ودوري خلاص هو الدوري عشان يجيبوا الحاجات اللي قلناها يا استاذ جمال بص في حاجات مش سالكه كتيره وده اللي بيعطل القصه عشان كده انا بقول لك خد قرار ليه لو جم يعملوا رابطه اتخاذ القرار اصعب حاجه اقول لحضرتك عشان قبل ما نوقع على القرار انت حد ياخد قرار لما مفيش حد ياخد قرار بس هو مش عاوز ياخد قرار لو خدوا قرار بالرابطه بس ما ده ايه ده الكمين ما هو الاثنين مرتبطين انا جاي لحضرتك اهو بس لو عملوا رابطه بس عارف ايه اللي هيحصل هينكفوها فتمشي طب بس ممكن اقول لحضراتكم حاجه ممنوع استاذ عصام ممكن هو بالظبط اهو من الخبر دعاهم كما جدد رئيس الاتحاد دعوته للأندية لتشكيل رابطة أندية المحترفين لإدارة مسابقة الدوري بنفسها بما نشاد الأندية لتسجيل مديونات لدي الاتحاد والكلام ده وردوا قالوا إيه بقى لما دعاهم لا ما لسه ما حدش رد المشكلة النوايا الحقيقية فين يعني هل فعلا في أول اتجاه يكون في تيجي الرابطة عايزة تحط إيه أول حاجة بتعملها مش بس إنها تقول أبيع بكام عايزة بتوع مسابقات هي اللي جايباهم محترفين وحكام محترفين يديروا يعني تدير كل ده تمام هينهض ده تمام اتفضل يا استاذ يلا اتفضل كمل عصام بس الاول لا خلاص استاذ عصام كمل يعني ده النوايا الحقيقيه يعني بنتكلم فيها بقالنا اكثر من 10 سنين الحوار ده والنادي الاهلي كان سباق فعلا زي ما قال الاستاذ محمود انه يعني بينقل خبرات كان المفروض يستفيد منها يعني لكن حتى الان النوايا مش موجوده انا مش عارف ليه انا ما اقدرش اقول ليه يعني يا راجل انت عارف لا يعني لا ما اعرفش لا انا ما اقدرش اقول ليه لحاجه لحاجه انا ما اعرفش والله وانت عارف لا لحاجه اللي هي كان مسؤولين اللي كانوا في الاتحاد
واللي منتظرين هم يجوا مرة أخرى. يعني لازم يكون عندهم نية صادقة، وكمان الأندية لازم يكون أكثر تأثيرا على الاتحاد الكورة. صح كده، دي نقطة جوهرية يعني. يعني اللي أنا شايفه كابتن إن في مساومات في حقوق الرعاية، فأسكت عشان أزود لك حق الرعاية. أيوة. لا إحنا كده كده بقى موضوع جامد. طب يا جماعة كده هنزود الحلقة ساعتين كمان عشان دي حقيقة. دي حقيقة يومين كمان. ده واقع فعلا. إن يعني إن الأندية بتتم مساومتها ما تتكلمش في الموضوع ده. دي حقائق حضرتك عارفها يعني. أكيد يعني أكيد يعني كلنا سيادتك يعني ما تعليش النبره في الكلام ده عشان الدنيا تمشي. فيعني احنا يعني محتاجين فعلا ليه الامارات من حول والسعوديه يعني والله العظيم كان اللي بيدير الاتحادات دي مصريين في وقت من الاوقات. ايوه يعني احنا يعني نستحق ان احنا نكون على المستوى ونحقق ايرادات اعظم بكتير جدا من الواقع اللي احنا فيه ده، وده هيعم على المنظومه كلها مش على بس القسم الاول، ولا هيخش على القسم الثاني والثالث، ويعني هنكون في وضع افضل. بس المهم يكون النوايا صادقه، ويعني عندنا جراه اعلى في الانديه قبل اتحاد الكره، لان الانديه اقوى من اتحاد الكره. ده رايي المفروض اللي المفروض يكون يعني. طيب هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عندنا مهمة وطنية إن شاء الله هتبدأ يوم 1/9، هنتكلم عن مهمة منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم إن شاء الله للمنتخبات إن شاء الله، في بداية مبارياته مع أنجولا وتاني المباريات مع الجابون. نطلع فاصل وبعد فاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، عندنا ان شاء الله منتخبنا الوطني يبدا تصفيات كاس العالم ان شاء الله يوم 1 سبتمبر في اولى المباريات امام انغولا في مصر، وبعد كده بيوم او بيوم برضو مضغوطه يعني هتلعب يوم 1 في مصر وهتلعب يوم 5. ما خلاص احنا اتعودنا على الضغطه يعني هنطلع. مش كده، لا الله يكون في عون لعيبه النادي الاهلي 9 لاعبين او كل لعيبه المنتخب. ما هو دي نقطه مهمه قوي. اتفضل. يعني احنا ما كناش بنتكلم عن ضغط المسابقات واضراره المحليه بس، يعني طيب. الاهلي هو اكبر المتضررين من هذا الضغط. بالظبط. ما بنقولوش حجه ولا عذر ولا اي حاجه. ايوه بنقول واقع. ايوه اضافه لعوامل اخرى، لكن اتفرج على منظر اللعيبه بقى كلها من كل الانديه وهم بيستدعوا للمنتخب ورايحين الجري حتى مش في قادرين. طبعا انتوا اساتذتنا في الموضوع يشوطه. بتشوف التمرين بس لو هات لنا التمرين كده واللعيبه بتجري تحس برضو ان الدنيا تقيله. جر رجلها طبعا اللعيبه الله يكون في عونها برضو، ما نقدرش نقول حاجه، بس يعني الله يكون في عون كمان كابتن البدري طبعا طبعا في المساله دي، لان هو واخد لعيبه مرهقه اصلا وبيعالجهم وهيخوض بيهم تصفيات صعبه جدا. انا مش عايز اقول انها سهله. ليه؟ لا 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 مفيش سهله، لان المرحله الاولى دي صعبه جدا، واخد بالك، مع فرق حاله تجميع النقاط، مرحله التاهل، حاله تجميع النقاط والتاهل للمباريات الاقصائيه. بص انا قصدي اللقطه دي يعني برضو احنا يعني كلاعيبه كره تحس كده ان ايه في الدنيا تقيله شويه يعني. في تقل ده احيانا والله اعلم، بس انا بقول اللي انا بحسه ان اللعيبه بيبقوا زهقانين. انت لو سحبت لعيب وريحته طبعا لو ريحته اسبوع بيرجع عاوز ياكل النجيله. صح. غير ان انت مش بدنيا يا استاذ جمال. نعم ده بدنيا وذهنيا، ذهنيا الاستعداد الذهني وتقبل يعني طبعا اشارات للعضلات طبعا الجسم كله يبقى مستعد. طيب انا بقول للكابتن حسام بدري من هنا اهو بقول له دافع عن منتخب مصر ودافع عن حلم المصريين. اول مره انا بقول لك اهو لابد انك تتدخل مع اتحاد الكوره وتقول لنا بس هتقدر انت بالوضع واللعيبه دي المجهده وتشارك في كل البطولات ده موسم وانت لسه هتدخل في تصفيات انك انت تبقى اول مجموعه، تدخل يا اخي قول رايك، قول ان بطوله الكاس دي هتعمل لي يعني مشكله وانا محتاج حاجه تقول رايه. انا بكلمك انا عندي مشكله في كاس السوبر مش هينفع معايا، انا محتاج ان انا العب ماتشين واللعيبه تاخد راحه عشان عندي مشوار طويل. ليه؟ حتى تأهلك أول المجموعة عندك مواجهتين في غاية النور بعد ما إجراء القرعة هتواجه إرزاب وإياب ودي بطاقة التأهل. فعاوز أقول لك أنت شايف حالة لعيبتك، لازم لعيبة محتاجة إنها تغسل دماغها بعيد عن الكرة وبعدين عن المشوار الطويل يا جماعة. مزبوط. وبعيد مزبوط. لو أنت يعني الناس الواعيين والمنطقيين لازم يفكر
في مصلحة مسابقة الدوري وقبليها يفكر في مصلحة منتخب مصر، لأن عندي مشوار في غاية الصعوبة ما تضمنش نتائجه وتقلباته وظروفه. خلاص من وجهة نظري محمد صلاح ما كامل احترامنا ليه، وإن ظروف الدوري النهاردة غليان وعلادة عند المحترفين الأفارقة في الدوري الإنجليزي بطلب واخذ موقف، وفي النهاردة تصريحات جامدة جدا صدرت من نجوم إن احنا هنروح نلعب مع منتخباتنا مش هتقدروا تمنعونا. صح كلام سيد كمان وجهت، عاوز أقول لك حضرتك توجيه تحذير لإنجلترا إنه ممكن الأفارقة الأربعة وخمسين صوت هيأثروا على إنجلترا في التصويت اللي هي مرشحة لكأس العالم 2030. فأعتقد الأمور دي محتاجة من حسام بدري ومن جهازه ومن الناس إن تدافع عن اللعيبة بعد موسم منهك ومتعب إلى أقصى درجة. أستاذ سامي، بعدم وجود صلاح والنني حتى الآن على الأقل في المباراة الأولى خلاص تم أنهم مش هيبقوا موجودين، والمباراة الثانية لسه في كلام هل هيحصل مش هيحصل، يأتوا للجابون بطيارة خاصة. نعم قد يذهبوا إلى الجابون يعني لسه بقى في يعني حتى الآن مش رسمي لم يتم الاتفاق ولكن أنا بتكلم على اللي قدامي. اللي قدامي أنهم مش هيلعبوا مباراة أنجولا بالزبط. ما مدى تأثير عدم وجود صلاح والنني عن على منتخبنا الوطني؟ يعني أنا شايف أن يعني وجودهم مهم جدا، وعدم وجودهم برضو مش لازم يبقى مؤثر تأثير سلبي على منتخبنا. أيوة. وده دور كابتن حسام البدري واللاعيبه الكبار اللي موجودين في المنتخب ان يكون على مستوى المسؤوليه، لان طبعا نفترض صلاح تعثر في قبل كده جه وما لعبش، كان برضو عنده كورونا وقعد في المعسكر في حاله عزل. فطبعا منتخب مصر محتاج ان يكون يعني عنده عزيمة أكبر من طبعا. من إن هو يعتمد على صلاح بس لأن إحنا عانينا من حتة يلعب بصلاح في فترة سابقة في كأس الأمم الأفريقية اللي كانت في مصر جميل يعني أبو تريكة صلاح ومجدي أبشر بعد كده بعدين يعني لازم اللعيبة محتاجين إن هم يحسوا بأنفسهم أكثر من كده. يعني مش لازم طبعا صلاح قيمة كبيرة جدا والنن كذلك، انما في الاول والاخر احنا قدام يعني معركتين انجولا والجابون، وزي ما قال الاستاذ محمود ضربه بدايه مهمه جدا طبعا. وانا يعني عاذر اللعيبه ان هم في حاله اجهاد نفسي وبدني، يعني دي المشكله الحقيقيه، دي المشكله الحقيقيه. طيب هل ده بيعتبر تبرير يا استاذ عصام من دلوقتي ان لو لا قدر الله حصل حاجه إن عندنا تبرير؟ لا اخشى بقى ان نخش في مرحله التبرير، يا اما كده انت بتخسر باقي نجومك مش لاعبتك بقى. منتخب مصر يعني نجوم مصر في الكوره، يعني تفرق ايه في يعني المصطلحات ربع نمره ونص نمره ومين يجيب الدرجه النهائيه او 9.5 من 10، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي تعويضهم يعني ما أسهله، وده مش تقليل من محمد صلاح طبعا، مو صلاح واحد من علامات الكرة، ويكفي يعني أن كل نجوم العالم بيقولوا أنه أوان نيمار وصلاح لم يعد هناك أسماء أخرى يعني. وبالتالي لا دي حاجة كبيرة قوي لينا أن احنا بقينا منتخب يحمل هذه الأسماء، وفي نفس الوقت لدينا البدائل التي يجب أن تكون مستعدة. وأعتقد أن أجندة البدري لازم يكون فيها صفحة لهذه التبديلات، لأنه قد يكون معك محمد صلاح ومصاب محمد صلاح ومجهد أنني ومش موفق في شوط في مباراة، هتستبدله ولا هتقول أنا مفيش إلا الرجالة دي؟ خلاص مصر عدت مرحلة النجم الأوحد بصراحة شديدة، ومستوانا بيقول كده. لولا عدم انضباط المسابقة يا جماعة، إن عندنا لعيبة تالنتد زي ما حضراتكم بتوع الكرة بتقولوا، عندنا أعلى ذكاء للاعب، لكن إدارة يك في المنتخبات تحديدا وإدارة الكرة. وبالتالي إذا صلحت ده كله هتلاقي يعني أصلا الحقيقة برضو أنا يعني إيه بقولها لكم بلغة يعني الضحك الباكي، يعني لما يبقى على عبر المتوسط في تركيا يعني الناس كانت بتشاور علينا وتقول الجوار، إحنا النهاردة نقول فاتح تريم، نقول نجم تركيا فلان وعلان، في بلدان أقل منا فعلا ذكاء كرويا، لكنها تأخذ بمعايير الإدارة، وحضرتك عشت ده في إدارة كرة القدم، يعني من بعد الآل الليفلات كلها شبه بعض، لأنه ما فيش هذا المستوى من إدراك أن الإدارة هي التي ترسل إشارات أن الفريق جاهز ومستعد. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مهمته الصعبة، يعني مش هنقدر نقول حاجه غير الجولة والجابون صعبه طبعا، صعبه في ظل هذا الارهاق والظروف دي، هذا التعب. احنا ليه مش واخدين يعني انت حضرتك انت عارف باستثناء يمكن 20 يوم فرق بيننا وبين بلدان افريقيه اخرى، احنا بنلعبش مع اوروبا في التصفيات، الحال من بعض يا صاحبي، يعني كل المواسم امتدت يعني.
لا مش يعني. مش في انجولا وفي الجابون، انجولا مخلصه اعتقد من شهر من شهر ونص فات، وخدوا راحتهم وابتدوا من جديد. كتر خيرهم يعني. ده ناس مين؟ انت مين يا ابني انت وهو كده عموما يعني. خلينا نشوف طبعا قد الدنيا طبعاً. اقصد في مستويات كره القدم هذه بلدان نعتز بها ومنها بالزبط. بجد اواصرنا وكل حاجه. بتكلم على الكوره على كره فنيا يعني فنيا لازم طبعا طبعا. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في مهمته الوطنيه القادمه، لانها مهمه صعبه جدا. وطبعا كالعاده دايما هنكون مع حضراتكم خلال الفتره اللي جايه في مباريات منتخبنا الوطني نتكلم عنها ونحللها، لانه في الاخر كلنا مصريين. انا بشكر حضرتك يا استاذ جمال على وجودك، بشكرك يا استاذ محمود على وجودك معانا النهارده، بشكرك يا استاذ سامي، شكرا جزيلا يا استاذ عصام. شكرا كابتن اسلام. اشكركم شكرا جزيلا. ان شاء الله بكره حلقه جديده من البيت الكبير، ما تنسوش بكره حلقه بكره ان شاء الله بتكون في تمام الساعه 11. ان شاء الله انتظرونا وحلقه جديده من البيت الكبير.